الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، والنهارده منورنا يعني هقول زميلي العزيز جدا، واحد من افضل بصراحه المراسلين اللي عندنا بجد والله دي مش مجامله. انتوا عارفين انا اصلا يعني يا ريت اكون بعرف بجامل، فاروق صلاح طبعا. نور يا فاروق، صباح الهنا. نهاوند صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. على المستوى الشخصي انا مبسوط ان انا موجود معاكي وبحييكي على الشياكه النهارده بصراحه، ومبسوط ان انا اول حلقه ليا في الاستوديو قناه النادي الاهلي ان انا اكون مع الاستاذه نهوان سري. منورنا بجد والله يا فاروق، توفيق ان شاء الله. وخلينا بقى نعرف منك كمان النهارده ضيوفنا مين بقى. احنا هيكون معانا طبعا كابتننا الكبير الكابتن فتحي نصير، واحد من كباتننا الكبار والعظام. هنتكلم طبعا عن امور تخص فريق النادي الاهلي، واحنا عندنا معترك كبير جدا يا نهوان انت عارفه السنه دي. الفقرة الثانية هيكون هينورنا كابتننا الكابتن سامح لبيب نجم يد الاهلي السابق للحديث عن بطولة افريقيا رجال وسيدات، وانت عارفه معترك افريقي ايضا للرجال وسيدات النادي الاهلي كرة اليد. بص ملفين اعتقد اهم من بعض، خلينا بقى نبدا ونتكلم مع حضراتكم سريعا جدا، وحبدا انا وفاروق كلامنا بالفوز طبعا والحديث عن الفوز للنادي الاهلي اول امبارح على سان جورج طبعا الاثيوبي، والماتش اللي كان ناس كتيره جدا بتتوقع المستوى بتاعه والنتيجه بتاعته وغيره، لكن احنا بنتكلم هنا عن التاهل لمرحله دوري المجموعات الحمد لله من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وخليني أقول لحضراتكم برضو مكاسب كتيرة جدا حققها النادي الأهلي من شكل الفوز تحديدا. أنت بتتكلم كمان في قوة موجودة من بداية الموسم بشكل كبير جدا، بغض النظر بقى عن أول بطولة وأول مش عارف إيه، أنت ممكن زي ما قلنا ده يكون إفاقة كنا محتاجينها جدا وقتها. بالمناسبة يا فاروق برضو لو تتفق معايا، الموضوع ما كانش ليه علاقة بتقصير من اللعيبة قوي في الملعب على قد ما كان يعني زي ما تقول إيه، المباراة كانت بتتلعب تحصيل حاصل، فهي الحته المعنويه وما كانتش ليها علاقه ابدا بالحته الفنيه الخساره دي، لو انت تتفق معايا. انا متفق تماما، اعتقد الحته المعنويه ومدى تاثيرها على لعيبه النادي الاهلي، ومستر كولر بيقدر يجيد هذا الامر في تهيئه اللاعبين وانه يقدر يستغل الناحيه المعنويه بالنسبه للاعبين. صحيح. ونهواندي يعني دي شهاده ليك انت، فيه بتركز على تفاصيل يعني مهمه جدا اللي بيتكلم فيها او اللي يتكلم في هذه الامور ويكون حد قريب جدا من اوضه اللبس في النادي الاهلي، من الفريق الاول في النادي الاهلي، فاعتقد نقاط بتبقى مهمه جدا. صحيح، وانا بتفق معاك كولر فعلا، واعتقد كلنا شفنا النقطه دي. كولر عنده القدره ان هو يهيئ اللعيبه نفسيا سواء بعد هزيمه او بعد يعني الحمد لله عندنا الهزائم قليله جدا، بس بعد حتى لو كسبت مباراه بس ما لعبتش بالمستوى اللي يليق بالنادي الاهلي او حتى فزت بفوز عظيم جدا، الراجل عنده هذا المدير الفني، وانا قلت الكلام ده كتير جدا، عنده القدره ان هو يلعب على الشق النفسي. حتى انت شفت في لعيبه كتيره جدا جت مع كولر من بدايه قدومه للنادي الاهلي وتوليه مهاب طبعا تدريب الفريق الاول، حسيت ان في لعيبه استعادت روحها مره ثانيه. كان في المواسم او الفترات اللي فاتت قبل قدوم كولر يعني ربما كان في تذبذب في كمان مستواهم الفني، لكن مع قدوم كولر في يعني تطور حصل، ومش بس التطور ودي النقطه الاهم، انت بتتكلم عن تطور مستوى اللاعب واستقرار كمان بالزبط. فده نقطه حلوه جدا، يعني ما تشوفش مثلا كهربا في ماتش بيلعب كويس جدا ومع كده ماتشين ثلاثه وحش، بالعكس. واعتقد كمان يا فاروق لو تتفق معايا الصفقات الجديده الدفعه اكبر، ويمكن ده اللي انا شفته في كهربا تحديدا، لما تيجي تتكلم وهو مش كومبيتيتور او منافس بس انت فريق واحد بس، لما تيجي تتكلم عن مودست وتيجي تتكلم عن كهربا، انا شفت امبارح كهربا وده الامبريشن او الانطباع اللي انا خدته عليه، كهربا عايز ينزل اول ما يلمس الكوره عايز يجيب هدف، يعني كل لمسه كوره الكهربا حاطط في دماغه انا عايز احرز اهداف، انا مش عايز اضيع فرصه وجودي في الملعب باي شكل من الاشكال. رجعها بقى لصفقه مودست، رجعها بقى لان هو عايز دايما الجماهير تكون في ظهره. شفنا الاحتفال برضو بعد المباراه قد ايه هو كان سعيد، تحس ان هو بيقول لهم اه بالظبط. الصوره دي بقى مش اتعمل لها شير بالالافات، نشكر مخرجنا الكبير دكروري طبعا، كل حاجه لسه هنقولها بتتعرض والله. الصوره دي مش اتعمل لها شير بالالاف يا فاروق، اتعمل لها بالملايين. انا مش ببالغ، خش على تويتر، خش على اي سوشيال ميديا بلاتفورم، هتلاقي الصوره دي ناس كتيره جدا عامله لها شير، بالمناسبه كان من بره مصر، ناس كتيره جدا كمان من بره مصر، ملهاش علاقه خالص بالمصريين، فمشهد كان جميل جدا. خليني كمان اقول لا، انت لسه في بدايه موسم، بس انت عندك اكتر من بطوله كمان تنافسيه في المرحله اللي جايه، مهم جدا ان احنا ناخد الامور اكيد خطوه بخطوه، لان الموسم ده زي ما حضراتكم عارفين مزدحم جدا ومفيش كمان وقت للراحه خلاص، غير عندك كمان ارتباطات منتخب الاول بتاعنا، واكيد لاعبي النادي الاهلي كمان الدوليين هيكون عندهم اكتر من تحدي صعب جدا. فالموسم الحالي لا صعب، وخلينا نقول خلصنا المرحله الاولى الحمد لله من دوري ابطال افريقيا، مرحله التاهل لدوري المجموعات
المجموعات، وخلينا نقول بنتيجه كانت مثاليه على سان جورج ذهابا طبعا وايابا، ونتيجه تكلم هنا 3-0 4-0، وما اعتقدش احنا كنا متوقعين نتائج او سكور اقل من ده يعني. فنسبه تهديف لو انت بتتكلم لا عاليه جدا مؤثره جدا، بتاخد بيها ثقه كبيره جدا كمان للعيبه وكمان لجماهير النادي الاهلي. عندك لسه تحدي كمان اكبر في مرحله دوري المجموعات اللي غالبا برده هتكون القرعه فيها او بتاعته في مطلع ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وكالعاده برده احنا بنلعب على الحفاظ على اللقب. لكن في العموم يعني فاروق لو انا هتكلم هتلاقي لا مباراه كانت حلوه، انت عملت انتشار كبير جدا كان في الملعب، والانتشار بيساوي استحواذ، وده اللي احنا شفناه وده اللي احنا نامل ان احنا نكمل عليه باذن الله كمان الفتره اللي جايه. خليني اتفق معاك يا نهاوند واتكلم في نقطه مهمه جدا في بعض الامور اللي تطرقت ليها، وهي مستر كولر غير فلسفتنا عن ما عندناش لعيب اساسي ولعيب الاحتياطي. أيوة. ودي نقطه مهمه جدا. صح. مستر كولر غير الفكر ده، تشوف اللعيب والروتيشن والتدوير اللي بيعمله مستر كولر مع اللاعبين، ده مدي انطباع ان اللعيب اللي بيغيب بينزل اللعيب مكانه، فمستر كولر بيجيد عمليه التحضير النفسي وتهيئه اللاعبين. وبالمناسبه يا نهاوند انت ذكرت نقطه مهمه جدا ان الاعداد النفسي وقت الهزيمه. خليني اقول لك على نقطه فارقه في مشوار النادي الاهلي الموسم الماضي، وانا كنت شاهد على الحدث ان بعد هزيمه النادي الاهلي من صن داونز في ملعب بريتوريا 5-2، وانت كمان كنت بتبقى معاهم تحديدا بالزبط. هناك فلامس الموضوع بشكل مباشر. مستر كولر كان مع الدكتور خالد الجوادي والمترجم مستر كولر، فمستر كولر شاف الحزن والانكسار شويه عند دكتور خالد الجوادي، فمستر كولر قال له ما ينفعش انت تكون بالاستسلام ده، انت مش هتقدر بالحاله دي توصل اللي انا عايز اقوله للاعبين، لازم تقوم ولازم تقف، لان بدايه الخطوه للنجاح هتكون من المشهد ده. وكلامه مع اللاعبين اعتقد كانت نقطه فارقه في مشوار النادي الاهلي، واعتبرها من المحطات الصعبه جدا. صح. واحنا كمان يا نهاوند بنتكلم على الامر الايجابي، هو حاله الانسجام اللي بقت موجوده بشكل كبير، ودي بدايتها هنقول من معسكر الاعداد اللي كان في النمسا. اللاعبين الجدد امام عاشور اللي دخل في فورمه المباريات ويعني بسرعه، وخلينا اتكلم انه يعني كهربا ليه دور كبير جدا يا نهاوند في الامر ده. وانت بتتكلمي على الصوره دي ثنائيه احنا شفناها كتير جدا في معسكر الاعداد في النمسا، كهربا مع امام عاشور علاقتهم قويه فعلا، قويه جدا. وكهربا بيتعامل كواحد من كباتن النادي الاهلي بالاضافه طبعا للكابتن محمد الشناوي، كمان الحاله مع المغربي رضا سليم والحاله الفنيه والبدنيه اللي ظهر عليها في اول مباراه امام المصري. وانا برضو عايز اطمن الجماهير يا نهاوند، كان رضا سليم طبعا غاب عن المباراه الاولى لظروف الايقاف، في المباراه الثانيه كان عنده كدمه. خلينا نطمن الجماهير يعني زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله، الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، ان شاء الله يكون موجود في التدريب غدا بمشيئه الله، وهيكون جاهز طبعا لمباراه ام بي، مباراه الدور قبل النهائي. عايز اتكلم كمان، خلي بالك كانت ناس كتيره بتسال اصلا وضع رضا سليم ايه، والناس كانت عايزه تطمن. كويس جدا انت دلوقتي بتقول لنا، حلو جدا. عايز اتكلم كمان عن حسين الشحات، يعني حسين الشحات واحد من اللعيبه المهمه جدا والمؤثره في النادي الاهلي، وتالق محمد مجدي قفشه اللي عمل واحده من اجمل مبارياته امام سان جورج، يعني وسجل بدل هدف هدفين. نفس الامر بالنسبه لكهرباء اللي راجع بقوه وسجل هدفين، واكيد تالق بيرسي تاو في اول مباراه بالدوري امام المصري. يعني اقدر اقول ان القوام الاساسي الفريق النادي الاهلي من اول محمد الشناوي مرورا بعبد المنعم رامي ربيعه، وطبعا ياسر ابراهيم وعلي معلول، هاني، مروان عطيه، ديانج، احمد نبيل كوكا، كريم الدبيس، باقي لاعبي خط الامامي في فورمه ممتازه، منتظرين ان شاء الله ومنتظرنا ان شاء الله مباراه انبي في الدور قبل نهائي كاس مصر. وعندنا مواجهه قويه جدا امام فريق الاسماعيلي في الدوري اللي بادئ السنه دي بشكل مختلف، وقدر ان هو يفوز في المباراه الاخيره على الاتحاد السكندري بثلاثه اهداف مقابل هدف، ومعاه مدير فني محترم هو الكابتن ايهاب جلال. الكلام ده يمكن انا قلته الاسبوع اللي فات تحديدا لما كنا بنتكلم عن بدايه الموسم محليا، وقلنا الشكل هذا الموسم ربما يختلف الى حد ما، لان انت عندك، وعلى فكره ده شيء يعني يسعدنا احنا كاهلاويه ان الشكل يختلف، لان في الاول وفي الاخر انا عايز الفرق المنافسه بتاعتي تكون فرق قويه، يكون في تطوير موسم عن موسم في الكره عندها، يكون في لعيبه واجهزه فنيه عايزه تنافس النادي الاهلي على اللقب وعلى المركز الاول بالمناسبه. ده يسعدنا احنا، لان ما اعتقدش في نادي كبير في العالم مش بس في افريقيا او في مصر يبقى عايز ان هو يكسب او ينافس نفسه، ما هياش حلوه يعني. بصيت على بي اس جي مثلا في الدوري الفرنسي، تلاقي بي اس جي بينافس نفسه، هل انا بستمتع؟ هل لو انا جمهور بي اس جي مثلا هقول يا انا داخل على موسم قوي، انا اللعيبه بتاعتي عامله ايه، الصفقات الجديده، الحاله الصحيه،
الجاهزيه الفنيه ولا الكلام ده موجود، لان انا بلعب بنفسي. فالقصه كلها ان انا عايز دوري مصري قوي، سميه بقى دوري النيل طبعا بالمسمى الجديد. فنتمنى مع المسمى الجديد ومع الامكانيات الجديده اللي دخلت والتطوير يكون في كمان تنافسيه وتطوير في شكل كمان الترتيب وشكل الجدول وغيره. اامل ذلك جدا واتمنى التوفيق لكل الفرق المنافسه بالمناسبه. واعتقد ان احنا كل ما الكوره كانت ممتعه بالنسبه لنا بالزبط. كل ما المكسب بالنسبه لنا كاهلاويه هيبقى ممتع كمان اكتر. في لقطه بس قبل ما نكمل كلامنا برده يا فاروق، يعني وده نرجع شويه نتكلم وندي كريدت للجماهير. شفنا المشهد الرائع والاكثر من رائع لما كانت الجماهير الاهلاويه بترحب بكابتن بيبو وبتتمنى له الشفاء وبتقول له الحمد لله على السلامه. تخيل بقى كل الصوت ده لما تبقى ايه، يعني مثلا الاف موجوده وبتقول لك نفس الرساله او بتواجه لك نفس الرساله. خلينا نسمع كده ونشوف مع حضراتكم. طبعا الصوت اعلى بكتير بس احنا يعني حاطينه بنسبه معينه. الاستاد كان كله سامع سلامتك يا بيبو. الرساله كانت جميله، الناس كلها يعني بتتمنى الشفاء. على فكره برضو خلينا نقول حاجه عشان الحق يقال، لما بيبقى في رمز او في شخصيه ملهاش علاقه كمان، ما بتكلمش تحديدا على الكابتن خطيب، بس لما تبقى في شخصيه محبوبه ولها كافه الاحترام حتى من الناس اللي هي لا تنتمي او ما بتتفقش مثلا حتى في الانتماء او غيره لهذه الشخصيه، لا بتحس برضو ان دي شخصيه مختلفه. يعني ناس ما بتنتميش للاهلي، ناس مش مصريه، ناس عادي على فكره ممكن تكون تنتمي لانديه منافسه وممكن بالزبط. تكون تنتمي للنادي المنافس الاول ليك الزمالك، لكن الشخصيه دي بيحبوها. كابتن محمود الخطيب محبوب، كابتن محمود الخطيب ليه كل الاحترام عند ناس كتيره وطوائف كتيره جدا. فده شيء اعتقد ان دل على حاجه، دل على نجاح كبير يا فاروق. عايز اقول لك على يعني نهواندي بتركز على تفاصيل مهمه جدا. الكابتن خطيب واحنا موجودين في معسكر الاعداد في النمسا، بعض المصريين المقيمين بالنمسا جايين من كل مكان، في ناس كانت جايه من المانيا، جايه من هولندا، جاي قال لك انا عايز اسلم على الكابتن محمود الخطيب، لان الكابتن الخطيب مش ملك للنادي الاهلي فقط، ده ملك لمصر. في ناس ما اتفرجتش على الكابتن الخطيب يا نهواند بالمناسبه، بس جايه من السيره والقيمه الكابتن محمود الخطيب ومدى تاثيره. ونقطه مهمه جدا برضو يا نهواند في سياق كلامك على جمهور النادي الاهلي، يعني الاستاذ يعقوب السعدي اثناء يعني الاعلامي طبعا الكبير اثناء المؤتمر الاعلان عن سوبر الابطال قال لي كلمه مهمه جدا، قال لي جمهور النادي الاهلي ده حاله متفرده، ممكن تقابل جمهور بيشجع ناديه وبيحب ناديه، لكن صعب تقابل جمهور عنده ولاء لناديه زي جمهور النادي الاهلي. فنقطه الجمهور واحساس الجمهور اعتقد نقطه متفرده جدا فيها النادي الاهلي. انا بتفق معاك ومش عايزه اتكلم في الموضوع ده، هعدي سريعا جدا يمكن في ثواني سريعه. ده اللي بيخلينا نستغرب من بعض التصريحات اللي احنا طبعا تابعناها من كام يوم كده تحديدا لبعض الاعلاميين المصريين اللي كانوا برضو رموز كبيره جدا لكره القدم المصريه، ومش هتكلم في اسماء ومش هعلق كتير، بس هقول الواحد بيستغرب بيبقى عنده علامه استفهام لما يبقى رمز زي ده بيتكلم بشكل. على فكره هو ما اساش للنادي الاهلي، خلي بالك من حاجه، يعني انا هوجه له هنا الكلام، محدش اساء للنادي الاهلي باي تصريح بيقوله، هو بيسيء لنفسه. لان انت لما بتقول على حاجه وبعدين الحاجه دي بتقلل منك، ومش بس بتقلل منك يا فاروق، هي كمان الرد جاله من ناس ما لهمش علاقه بالاهلي ومش من قناه النادي الاهلي بالمناسبه، الرد جاله من دول مختلفه، منها الدوله، شعب الدوله اللي هو كان بيتحدث فيها. فشوف انت بقى لما تبقى قاعد كاهلاوي وعارف انت بتنتمي لايه وهذا الكيان اللي انت بتنتمي ليه من كتر ما هو محترم ما بين الجميع، لما حد بيسيء ليه باي تصريح الناس هي اللي بترد عنك، مش انت اللي بتدافع عنه ولا بترد ولا غيره. فده اسعدني بشكل كبير، وده يرجع للنقطه اللي انت بتقولها، انت في حته ثانيه. فنتمنى التوفيق لكل يعني الاشخاص، لكن اتمنى مع التوفيق لكل الاشخاص ان كل واحد يا جماعه خليه في نفسه، كل واحد يقول حاجه طيبه يا لا، خصوصا لما انت تبقى مصري وتتكلم عن اكبر نادي في مصر وفي افريقيا. اعتقدش ان ده هيعدي مرور الكرام، هو فعلا بالمناسبه ما عداش مرور الكرام. يعني على كل حال نقطه مهمه جدا، ان معظم اي شخص او اي فرد ما بيتكلم عن النادي الاهلي ما بيتكلمش على الاهلي كنادي، بيتكلم عن النادي الاهلي كمؤسسه. النادي الاهلي مؤسسه تربويه، مؤسسه رياضيه. اعتقد انك تصل لهذا المعنى او هذا المصطلح
معنى كبير قوي. في كتير جدا من الناس مش هتفهم الكلمه دي. انا هون فهمش يعني ايه النادي الاهلي مؤسسه. بالظبط انا متفق معاك يا فاروق. وخلينا بقى نتكلم شويه كمان وناخد الامور بجديه زي ما احنا يعني متعودين مع حضراتكم. زي ما احنا ماشيين كده احنا بنتكلم ب او يهمنا ان احنا نكسب كل ماتش ان شاء الله ورا الثاني في بطوله الدوري، وكمان لو احنا نتكلم عن افريقيا عشان تقدر كمان تحافظ على اللقبين، اللقب المحلي ولقب الافريقي. والامر كمان الايجابي جدا اللي اسعد كل الجماهير، اعتقد ان السكواد عندنا يعني جاهز. زي ما فاروق ابتدى كلامه قال احنا ما عندناش اساسي واحتياطي، ما عندناش لاعب بياخد نصيب اكبر من اللعب او الماتشات والخبره، واللعيبه تانية قاعدين مثلا على الدكه ما عندهمش فرصه مشاركه بشكل كبير. لا انت عندك سكواد رائع جدا كامل في اي لحظه ممكن. حتى ده برضو عشان ما يبقاش الناس تقول لك ده كلام، لا احنا شفناه في ماتشات سابقه لما كان عندك غيابات يمكن في 9 كمان لعيبه اساسيه. فانت بتتكلم هل انت شعرت بيهم؟ لا انت ما شعرتش بيهم، انت ما حسيتش باي غياب موجود، سواء غياب بسبب الاصابه او الايقاف او غيره، لم نشعر باي يعني غياب لاي لاعب حتى لو اساسي، حتى لو وجوده كان يعني امر مهم جدا، لا كان عندك البديل اللي هو برضه سد بشكل كبير جدا. فدي نقطه نجاح برضه تحسب لكولر، لان مش كل المديرين الفنيين اللي عدوا على النادي الاهلي يا فاروق قدروا ان هم يحققوا ده، مع كل الانجازات برضه اللي وصلوا ليها واللي حققوها من ناحيه البطولات وغيره، بس الشق ان انا اشتغل على اللعيبه بتاعتي وجاهز زي سكواد كامل متكامل مش بس من 11 لاعب، فاعتقد لا ده كان نجاح حققه كولر جدا مع النادي الاهلي. نقطه مهمه جدا انا نهاوند، يعني انا مبسوط لان بتتكلمي في نقاط فنيه مهمه قوي. في نقطه مهمه جدا كتير ما اتكلمش فيها، او يعني احنا غفلانين دوره شويه، اللي هو تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي. نهواندي شوفي عدد المباريات النادي الاهلي بيلعبها في السنه، كم البطولات اللي انت بتشترك فيها، انت صحيح. بتطلع من سفر هنا لسفر هنا، صحيح. لعبت النادي الاهلي بلغه الكوره زي ما بنقول واقفين على رجليهم في الملعب. النادي الاهلي لما عمل القياسات الموسم قبل الماضي، وتيتسيان اندويا وضع برنامج تاهيلي لعنابه النادي الاهلي وعمل قياسات، انت بنيت على هذا الامر. لما جيت تعمل القياسات السنه دي اعتقد شوفي لعبت النادي الاهلي وهي بدء الموسم، فرق كبير جدا الناحيه البدنيه في النادي الاهلي، مميزه النادي الاهلي ومردودها وثمرها بتيجي على المنتخب المصري كمان مع طبعا الناديلة. طبعا بشكل كبير، لان احنا زي ما احنا عارفين من اكبر يعني قوام المنتخب طبعا النادي الاهلي، وده يشرفنا وبيسعدنا بشكل كبير، وده سنه عن سنه، ما هوش مثلا سنه 2 3 ويتوقف الموضوع. خلينا برضو نقول لحضراتكم معلومه يعني رقميه هنا، النادي الاهلي بعد الفوز على سان جوج رفع بقى رصيده بلغه الارقام من الانتصارات في البطولات الافريقيه ل 173 انتصار، ده طوال تاريخه، ده رقم كبير جدا لو حضراتكم قارنتوه بانديه اخرى. وصل كمان ل 533 هدف في البطولات الإفريقية، وبيتأهل الأهلي لدور المجموعات، يعني كمان تأهله حقق رقم هنا قياسي جديد، وهو الصعود لهذا أصلا الدور للمرة الثامنة على التوالي. يعني ما غابش عن دور المجموعات من 2016 حتى هذه اللحظة للمرة 21 في تاريخه. أرقام يمكن بنسمعها كده لكن أرقام بتحفر في التاريخ، أرقام بتتحفز، وأرقام بعد كده جيل عن جيل عن جيل بيجي يتكلم عنها. فطبعا إنجازات كبيرة جدا رقمية، نتمنى كمان ان هي تزيد، ونشهد احنا كمان في وجودنا مع النادي الاهلي في ظل بقى عملنا بالنادي الاهلي مزيد من الانتصارات، علشان برضو ده بينعكس الى حد ما. انت عارف احنا اول ما جينا القناه انا وكريم طبعا ال 2020 الحمد لله كانت الثلاثيه وغيره، فالواحد فرح قال لك يعني برضو ايه وشه كان حلو يعني الى حد ما الحمد لله. هي كانت طفره سعيده على جماهير النادي الاهلي جدا وقتها، ودي احنا لمسنا في انطباع الناس. يا نهواند لما بتتكلم معانا عن القناه وعن الطفره الاخيره لقناه النادي الاهلي، وخلينا اقتبس كلمة كريم في غيابه النهاردة، الحالة المزاجية بتاعت اللاعبين وبتاعت الجمهور بتبقى يعني بتبقى بتتكلمي في أعلى مستوى مع فوز النادي الأهلي. بتتكلمي كمان على يعني البطولات الأفريقية والأرقام اللي النادي الأهلي بيحققها. خلينا نقول لك يعني وقت المعسكر بتاع النمسا وإحنا قاعدين، قاعد شفت مجموعة من لعيبة النادي الأهلي قاعدين بيتكلموا، اللعيبه بتركز في إيه؟ بتقول لك إحنا عندنا النهاردة أو السنة دي بننافس على 8 9 بطولات، الجمهور عايز 10، مش هيقبل ان احنا نخسر بطوله. صح. فالعقليه اللي عند الجمهور مع اللاعبين اعتقد هي اللي بتميز النادي. طبعا احنا عندنا بقى البطوله الافريقيه والاتحاد الافريقي، دوري السوبر الافريقي، الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن عن الجوائز الماليه للنسخه الافتتاحيه لبطوله دوري السوبر الافريقي المقرر انطلاقها يوم الجمعه 20 اكتوبر المقبل في تنزانيا بمواجهه فريقي الاهلي وسيمبا التنزاني.
قائمة الجوائز المالية للبطولة هتكون كالتالي: 4 ملايين دولار للفائز الأول. هناخد ال 4 ملايين دولار. يعني بص مضمونين بإذن الله، بس طبعا أرقام يعني خلينا نقول قيمة كبيرة، وفي نفس الوقت جائزة مالية برضو تحس إن أنت عايز تسعى ليها فعلا. يعني 4 ملايين دولار طبعا للفائز بالبطولة، و3 ملايين دولار للوصيف، 1,700,000 دولار لكل من المتأهلين للنصف النهائي، ومليون دولار لكل من المتأهلين للمشاركة في البطولة. مبالغ كبيرة ومكافآت مجزية جدا للبطولة، وهتكون حافز قوي مش للأهلي بس، لكل الفرق المشاركة في البطولة. نوال كل التوفيق أكيد. وخلينا بقى نروح بعد كده ونتكلم، بما احنا بنتكلم عن الاحتفالات، وكنا الأسبوع الماضي كمان بنهني حضراتكم نحتفل بالمولد النبوي الشريف، والاحتفالات لسه متواصلة لحد دلوقتي طبعا في النادي الأهلي. النادي الأهلي بيبقى حريص باللجان المختلفة ان هو كمان يسعد الجماهير والأعضاء. اليومين دول بنعيش أجواء ممتعة احتفالا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر. كل سنة طيبة نهواند، وإحنا يا رب بخير، ومصر دايما يا رب إن شاء الله، وذكرى لن تنسى. وأعتقد دورنا كمان في البيوت مش بس في المدارس إن إحنا نعرف أولادنا الأجيال. طبعا إحنا أصلا جيل طبعا لم نعصره، يعني لم نعصر 6 أكتوبر، لكن أهالينا عرفونا إيه اللي حصل، ونتمنى إحنا كمان نعرف أولادنا إيه اللي بيحصل. لازم جيل عن جيل يعني يا فاروق، قلت أقول لك يا كريم ولو حصلت معلش على حكم العادة يا فاروق، بيبقى حلو إن أنت تنقل الأحداث دي، لأن الأجيال الجديدة لازم تعرف الانتصارات اللي بلدها بتحققها، وإحنا بنحتفل بإيه، والأعياد القومية بتاعتنا. الشق الوطني ده مهم، حتى لو أنت بتتكلم إن معظم المدارس دلوقتي مش بتهتم قوي عشان انترناشونال وغيره، معظمهم يعني، لكن إحنا مهم إن إحنا نفضل نورث ولادنا الشق ده، أو الوطنية أو التاريخ بتاعنا اللي يشرف طبعا. مهم نهواند لما بنسمع الأغاني الوطنية وأغنية بسم الله والأغاني الوطنية، بيبقى ليها تأثير جامد. أنت ما عشتش الحدث، بس تأثير الأغنية، تأثير الأغاني الوطنية طبعًا. أعتقد هي ميراث كبير جدا لمصر، وحرب أكتوبر حاجة من الأحداث اللي مش يعني محدش هينساها طبعا على مر التاريخ. صحيح. وامبارح أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ماراثون رياضي بطريق الشلاق بالشيخ زويد بمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء، وتنوع ما بين السباق للدراجات لمسافة 5 كيلومتر بمشاركة 150 دراجة هوائية و50 دراجة نارية و50 سكيت. الحقيقة الأجواء كانت رائعة، وده يمكن بيعكس الصورة الآمنة اللي وصلت لها خاصة في شمال سيناء. ده حصاد عمل مؤسسات الدولة ورؤية قيادة سياسية حكيمة، قدرت أنها تحول هذه المنطقة من منطقة غير آمنة ملغمة بالإرهاب لمنطقة آمنة هادئة لكل العائلات اللي بتعيش فيها، وكمان مناخ جيد لإقامة أنشطة مختلفة سواء فنية أو رياضية. هو سيادة الوزير معلش هتقولي الصورة تاني، سيادة الوزير اللي هو كان على الموتوسيكل تقريبا صح؟ أيوة حلو حلو التواجد ده، وحلو ان انت برضو كناش بنشوف زمان برضو يا فاروق المسؤولين بينزلوا الشارع ويتعاملوا بشكل مباشر مع الناس. يعني الكلام ده بتكلم من اكتر من 10 سنين، كناش بنشوف ده، لكن حلو ان انت دلوقتي بتلاقي المسؤول جنبك، يعني تقدر تتكلم معاه، بيبقى حتى لما في مبادرة بتحصل بتلاقي ان هو برضو اللي اطلق او المسؤول اللي اطلق المبادرة متواجد. دي مش اول مرة نعرض حاجة بالمناسبة يعني بهذا الشكل، لا مش بتكلم برضو عن وزير الشباب والرياضه بس تحديدا، بتكلم عن يعني مسؤولين كتير جدا بيبقوا حريصين هم يتواجدوا في الفعاليات او المبادرات، واعتقد ده امر جيد، بيدي زي ما بيتقال امبريشن ان انا مش بقول حاجه وما بعمل عكسها. فبرضه كانت او انا عجبني المشهد بصراحه. يعني صوتك مسموع وانت قريب أيوة. من نبض الشعب وقريب من نبض الناس، فاعتقد بتبقى نقطه مهمه جدا لي انا هون. صحيح. خلينا ننتقل بقى لملف اخر، هنرجع طبعا لكره القدم وهنتكلم عن ما ينتظرنا وينتظر النادي الاهلي من بطولات وتحديات مختلفه في الفتره القادمة، لكن خلينا دلوقتي ننتقل لملف ايضا يعني اعتقد مهم جدا، وهو هتكلم فيه عن نجاح احمد الجندي طبعا لاعب المنتخب الوطني في الخماسي الحديث، في حصد هنا بطاقه التاهل لنهائي بطوله كاس التحدي المقامه حاليا طبعا في العاصمه الاسبانيه مدريد، وناس كثيره جدا بتتابعها، وناس كثيره بتتابع كل ابطالنا في الرياضات المختلفه اللي بيتاهلوا بقى لاولمبياد باريس، لان الشعب المصري عنده حلم، عنده امل في اللعيبه بتاعتنا والابطال بتوعنا، ان شاء الله النسخه دي من الاولمبياد تبقى مختلفة، يبقى في ميداليات
ميداليات اكتر، يبقى في كمان ذهبيات اكتر، نتمنى ذلك. وطبعا ده ان حصل وراه كلام كتير جدا وكواليس كتيره جدا، واتكلمنا فيها اكتر من مره وهنتكلم كمان فيها في الفتره اللي جايه. لكن فكره هنا يعني انك تسمع بطل عن بطل بيحقق انجاز كبير وبيتاهل، اعتقد ده امر رائع جدا. وكمان لما نتكلم عن احتلال احمد الجندي المركز الاول في الدور قبل النهائي، ليعتلي بقى صداره الترتيب ويقترب كمان من تحقيق المركز الاول في البطوله، اعتقد امر رائع جدا. وخلينا نقول لحضراتكم برضو احمد الجندي كان حسم تاهله لاولمبياد باريس خلاص 2024 في منافسات الخماسي الحديث بعد حصده للقب بطوله افريقيا اللي كانت اقيمت مؤخرا. وكمان توجت مصر بذهبيه منافسات التتابع المختلط، خلينا اقول لحضراتكم، في بطوله العالم للناشئين برضو في نفس الرياضه الخماسي الحديث تحت 21 سنه واللي اقيمت في الشهر اللي فات واتكلمنا عنها طبعا، عشان هنا تتكلم بقى تصدر مصر جدول ميداليات البطوله برصد 3 ذهبيات. اللي جاي هيكون كده ان شاء الله، يكون كده وافضل كمان. بس خلينا نطمن كمان على التفاصيل، ومعانا المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه. يا باشمهندس صباح الهنا على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك، وسعداء ان احنا نسمع رياضه مصريه عندنا وابطال مصريين، وتحديدا هتكلم عن الخماسي الحديث، بيحققوا انجاز مختلف فتره عن فتره وبيتاهلوا الحمد لله كمان لهذه المنافسه العالميه الاكبر واللي برضو وراها احلام الملايين من المصريين ان شاء الله بكمان حصدنا، مش بس مشاركتنا او تمثيلنا تمثيل مشرف زي ما كنا بنسمع زمان، لا احنا عايزين نعمل تمثيل مشرف وكمان نحصد ميداليات تليق بالمجتمع والجماهير المصريه. طمنا كده وخلينا نتكلم عن تحديدا كمان احمد الجندي، وهل احنا بنتكلم كمان بتاهله كده يا فندم، الكوتا بتاعتنا نقدر نقول خلاص اكتملت ليه التاهل للاولمبياد؟ طبعا الخماسي دلوقتي بقى في حته ثانيه، معنى ان هو موضوع التاهيل ده بالنسبه لنا ما بيشغلناش على الاطلاق. احنا عارفين ان احنا رغم ان الحد الاقصى للكوتا ولدين وبنتين، احنا هنعرف نتاهل باكثر من ولدين واكثر من بنتين، ما عندناش اي مشكله في هذا الموضوع على الاطلاق. احنا اللي بنعدهم دلوقتي هم الاحتكاك الجيد عشان المنافسه في الرياضيات نفسها. زي ما حضرتك شفتي في بطوله العالم للكبار الماضيه، احنا عندنا مهند خلص جاب البرونزيه، احمد كان في المركز الرابع، كانت منافسه شديده بينهم على الميداليه البرونزيه، ومحمد الجندي شقيقه الاصغر كان في المركز الخامس، يعني خلصنا ثالث رابع خامس واول فرق. غير طبعا ان خدنا ذهبيه الزوج المختلط وذهبيه الزوج السيدات وزوج الرجال. وفزنا بالبطوله ككل. فاحنا داخلين اي منافسه للفوز وحصد الميداليات، ان شاء الله نكون موفقين في باريس وتكون ذهبيه. احنا حرزنا باحمد الجندي الفضيه في اولمبياد طوكيو، نتمنى المره دي ان نشوفها ذهبيه، نسمع النشيد الوطني، ده اللي احنا بنسعى اليه. احمد حاليا في اسبانيا بيلعب بطوله التشالنجر، بطوله التشالنجر احدى النقاط الهامه في المنافسات. ليه بنلعب باحمد فقط لا غيره وبقيه الفريق مريحينه؟ لان احمد كان مصاب، احمد كان مصاب ولم يكتمل شفائه بعد. لعب بطوله العالم وهو يعني بنسبه 60 70% يعني مكتمل الشفاء، فبنكمل اعداده خلاص للوصول لاعلى فورمه ممكنه على الاولمبياد باذن الله. بصب عليك يا باشمهندس شريف وبتمنى لك طبعا التوفيق. هل هناك خطه اعداد من خلال اقامه معسكرات مختلفه استعدادا لباريس 2024؟ طبعا احنا عندنا مجلس اداره النهارده، احنا مجلس اداره الاتحاد الاول حد كل شهر ان شاء الله هيكون النهارده مساء، هنكمبر في الاعداد او الفتره المتبقيه حتى الاولمبياد، ايه المطلوب، معسكرات ايه وبطولات ايه اللي فاضله لنا حتى التاهل باذن الله. كلام محترم. طيب خليني برضو انا وفاروق اخيرا نروح مع حضرتك لنقطه مهمه باشمهندس شريف، وفكره هنا لما اتحدث عن معسكرات مختلفه واتحدث عن تطوير كمان واضح جدا في الخماسي الحديث، لازم حسأل انا كاعلام ايه سر نجاح هذه الرياضه وهذا الاتحاد والابطال؟ هل انا ما بعانيش من مشاكل بيعاني منها اتحادات مختلفه؟ هل انا عندي خطه موضوعه كشورت تيرم ولونج تيرم بلان؟ خلينا نعرف من حضرتك السر ورا ده، لان احنا نتمنى هذه التجربه تعمم على كل الاتحادات حقيقي المصريه. الحقيقه النجاح ما بيجيش فجاه ابدا، ده شغل سنين الحقيقه، انما القصه كلها في ان لازم الامكانيات الماديه تكون متوفره. صحيح. ولازم الامكانيات البشريه تكون موجوده. احنا من ضمن نجاحاتنا ان احنا عملنا سيستم مصري، يعني اول حاجه عملناها من اكثر من 10 سنين ان احنا مشينا مدرب اجنبي واعتمدنا على المصريين فقط لا غير. ثم طورنا اداء المدربين بالطريقه اللي احنا شايفينها صح كاتحاد، وبدأنا نركز على احتياجات اللاعب
انديفيدولي، يعني مش كفريق، ما بدربش فريق، انا بدرب كل لاعب لوحده بالظبط في احتياجاته، احتياجاته بقى كلها، من اكل، من لايف كوتشنج، من سبلمنت، من مواعيد مختلفه، من مدربين مختلفين لكل لاعب حسب احتياجات اللاعب ده. لازم المدرب الفلاني يبقى ماشي مع كل اللعيبه بنفس الشكل. فكل ده احنا عملناه الحقيقه سيستم صعب شويه، في عدد مدربين كبير قوي خلاص، انما سيستم ناجح الحمد لله. طب الشق المادي ازاي قدرتوا ان انتوا تتغلبوا عليه يا باشمهندس؟ الشق المادي طبعا الدعم الاول هو دعم الدوله او دعم وزاره الشباب والرياضه، ده بيمثل يمكن 50% من احتياجات الاتحاد، ثم الباقي طبعا بشكر السبونسرز مجهودهم الحقيقه اكثر من رائع، وثقتهم فينا ووقفتهم معانا لتلبيه باقي الاحتياجات للاتحاد، دي حاجه يعني ممتازه، وكلهم شركات وطنيه على فكره، مفيش حاجه اجنبيه الحقيقه معانا. وطبعا باقي الموارد بتبقى من موارد الاتحاد نفسها، الاشتراكات وكده. رائع جدا رئيس اتحاد الخماسي الحديث المهندس شريف العريان، نشكرك جدا اكيد انا وفاروق على هذه المداخله، والاجابه كانت واضحه، السبونسرز يعني الشق اللي بتبقى وزاره الشباب والرياضه مخصصاه لكل اتحاد بيبقى زي ما الباشمهندس قال 50% ممكن 40% بعض الاتحادات الاخرى، 30% في الاتحادات اللي بعدها، 60% في الاتحادات الثانيه، لكن هي غير كافيه، الكونكلوجن هي غير كافيه. فالاتحاد ده المفروض يعمل ايه؟ الاتحاد ده المفروض يفكر في مصادر مختلفه للدخل علشان اقدر اصرف على اللعيبه بتاعتي، ما اللعيبه بتاعتي دي ده انت بتعد بطل، فاعداد البطل بيكلف، خصوصا لما يبقى لعبه جماعيه او لعبه فرديه على فكره. فانت بتتكلم دلوقتي انا عايز سبونسرز، طيب السبونسرز بتروح لك لو انت النتائج بتاعتك اوريدي عاليه او واصل لمرحله معينه، فهي الشق طب انا ابدا منين؟ طب انا عايز حد يخليني يعني او يقف جنبي لغايه لما اوصل لده؟ لا، هو المفهوم عندنا شويه لا، انا بعد ما توصل انا باجي وابقى سبونسر ليك. فدي كانت مشكلة في الفترات اللي فاتت، دلوقتي ابتدت بعض الشركات الوطنية تقول لك لا أنا هدعم الأبطال بتوعي لغاية لما يبقوا أبطال وأكمل معاهم، يعني صناعة البطل المصري، فأنا هقف معاه. فدي نقطة غيرت كتير جدا برضو من المداخل، وخلينا نقول برضو وأثرت في اتحادات بشكل كبير جدا، وبالتالي أثرت على النتائج، فدي نقطة مهمة. الحاجة الثالثة برضو كنا اتكلمنا برضو مع رئيس اتحاد، يعني أنا مش فاكرة الاسم بصراحة، لكن كان بيتكلم معانا برضو يا فاروق على شق ايه، هو عايز يعمل مدخول جديد، فعملوا اكاديميه علشان الاكاديميه دي تقدر من خلالها ان انت تصرف على الفريق الاول بتاعك. كان ايوه كان الكيك بوكسنج صح، عشان انا معيش الذاكره برضه كان الكيك بوكسنج، انا افتكرت كانت معنا مداخله اول الاسبوع اللي فات، فبرضه عجبني جدا الفكره ده، انا بحاول افكر بخلق فيه موارد. بخلق موارد، فهي دي ده دورنا، يعني انا لو مسؤوله في الاتحاد هحاول اخلق موارد، لان البطل مش مجبر ولا هو ملزم ان هو اللي يصرف على المعسكرات بتاعته ولا السفريات بتاعته ابدا، هو لازم يركز في حاجه واحده. كان تقريبا كان الباشمهندس وكابتن محمد صبيح، بشوف الذاكره عماله تيجي الحمد لله طبعا، واتكلمنا معاه في هذه التجربه الناجحه واثنينا عليه كمان، نتمنى كمان انها تطبق في بعض او ان لم يكن كل ان شاء الله الاتحادات. ده هو انت اخبارك ايه مع الشتاء بقى خلاص؟ ما بتحبش الشتاء؟ فين الشتاء ده يا فاروق؟ انا حاسه ان الشتاء هيجي على شهر 2. الجو حر جدا، كل يوم الجو حر، يقولوا لنا الجو هيتعادل درجات الحراره، مطرت بس الجو حر برضه، يعني بيقولوا لي مطرت بس الجو برضه حر، لا الجو حر جدا، يعني انا مش عارفه والله. انا بحب الشتاء. انت ما بتحبوش؟ لا انا بحب الشتاء. وانا برضه انا وكريم نعشق الشتاء، يعني نتمنى يعني قريب نحس بقى باختلاف في درجات الحراره، لان حتى هذه اللحظه انا حاسه ان احنا صيف، شهر كانك في شهر 8 بالظبط. نروح نتابع؟ خلونا كمان دلوقتي نروح لحاله الطقس ودرجات الحراره في الفيديو ده. رجعنا لحضراتكم، بنرحب بيكم اكيد مره ثانيه، وخلينا نروح نتابع زي ما احنا متعودين كل يوم بيبقى فيه جديد طبعا للنادي الاهلي والفرق المختلفه. تكون معانا زميلتنا العزيزه جدا مريم سميح، موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم طبعا صباح ليكي انا وفاروق في البدايه، كل الساده المتابعين دلوقتي بونجور عليكي وصباح النصر. وقبل اي حاجه انا حابه بس اروح معاكي لسؤالي، لان انا سمعت النهارده ان في اقبال جماهيري ومن الاعضاء بشكل كبير جدا، وبيقولوا في تحسن في كمان حاله الطقس وغيره، فادينا نبذه عن المشهد عندك كمان، وبعد كده نروح وننتقل لأخبار الفرق. تفضل.
صبح عليك يا نهوان، بصبح عليك يا فاروق، وبقول لك طبعا منور استوديو 10 الصبح في الاهلي قبل اي كلام، ودايما مزيد من النجاح والتالق. طبعا يعني نهوان، ده هبدا من النقطه اللي انت ذكرتيها. الحقيقه ان فعلا في اقبال كبير جدا على مقر النادي الاهلي بالجزيره، خاصه ان النهارده اول يوم دراسه رسمي الحقيقي، سواء في المدارس او الجامعات، فعلشان كده يعني يمكن كل اولياء الامور استغلوا ان هم انتهوا من توصيل ابنائهم سواء للمدارس او للجامعات في اول يوم، بعد كده بقى اتجهوا على مقر النادي الاهلي بالجزيره علشان يعني يقضوا يوم من هنا حتى انتهاء اليوم الدراسي الاول، وبعد كده يعني يعودوا مره اخرى للمدارس يعني بقى لرحله العوده من المدارس في اليوم الاول. وخليني كمان اتكلم معاكي في فكره كمان الاقبال الشديد بسبب انخفاض في درجات الحراره وانتهاء بقى فصل الصيف بشكل رسمي، وخلاص بقى نسمات الخريف يعني طلت علينا بشكل رسمي، والحقيقه ان ده اللي مشجع عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي وتحديدا بمقر النادي الاهلي بالجزيره ان هم يكونوا متواجدين في الساعات الاولى من الصباح الباكر زي ما احنا طبعا متابعين على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني بقى يا نهاوند ويا فاروق اروح معاكم لكل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى، وطبعا بدايتنا مع الفريق الاول لكره القدم زي ما عودنا كل جماهير النادي الاهلي. يعني الحقيقه ان امبارح بدون راحه كان المران تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني، ده طبعا عقب التغلب على سان جوج في مباراه الاياب في الدور 32 من دوري ابطال افريقيا برباعيه نظيفه. يعني يمكن شفنا اداء كبير جدا من كل القائمين سواء على الجهاز الفني وايضا لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، والحقيقه ان مستر مارسيل كولر قرر ان هو يستأنف المران يعني دون راحه بالامس. طبعا يعني كان المران في تمام الساعه 6 مساء والتجمع في تمام الساعه 5 مساء. الحقيقه ان عقد مستر مارسيل كولر في بدايه المران يعني محاضره فيديو لكل اللاعبين، يمكن اتكلم فيها او ناقش فيها نهاوند وفاروق كل الامور الخاصه بمباراه سان جورج. الحقيقه ان هو كان عنده اكثر من وجهه نظر فنيه الحقيقه عرضها على الجهاز الفني وايضا اللاعبين، ويمكن بقى عقب انتهاء من هذه المحاضره كان في مران استشفائي ومران خفيف لكل اللي شاركوا في مباراة سان جورج طبعا يعني أول أمس. الحقيقة ده طبعا للتخلص من الإجهاد وتخفيف كمان الحمل العضلي والبدني، ويمكن بقى الذين لم يشاركوا في هذه المباراة الحقيقة أن كان ليهم يعني تدريبات بدنية وتدريبات قوية، والحقيقة أن المران اختتم بتقسيمة قوية جدا لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا في هذه المباراة. خلينا بقى نقول أن مستر مارسيل قرر ان هو يعني يمكن النهارده تكون راحه سلبيه للاعبين، وعلى ان يستأنف بقى يمكن غدا ان شاء الله الاثنين المران، وهيكون في نفس موعد مران الامس. التجمع هيكون في تمام الساعه 5 مساء والمران هيبدا في تمام الساعه 6 مساء، وده طبعا بقى استعدادا للمواجهات المحليه، ويمكن اولها هيكون مباراه النادي الاهلي امام ام بي في نصف نهائي كاس مصر في نسخته القديمه. المباراه هتقام إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من أكتوبر، هتقام في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة، ويمكن بقى مران بكرة هيكون هو يعني بداية الاستعداد لهذه المواجهة المحلية. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في نصف النهائي أمام طبعا نادي أم بي. خلينا بقى نروح لقطاع الناشئين. الحقيقه ان قطاع الناشئين يعني يمكن يا نهاوند ويا فاروق وتحديدا فاروق اكيد عارف النقطه دي، ان قطاع الناشئين بيحقق نجاحات كبيره جدا. خلينا نقول ان يمكن كان في مباراه امس واول امس، يمكن مباراه الامس كانت لفريق 2008 اللي قدر ان هو طبعا يتغلب على المصري بنتيجه 3-1 على الرغم من المباراه كانت خارج ملعبه. يعني يمكن كان في اداء كبير جدا لفريق 2008، وكده بقى بيكون فريق 2008 بيرفع رصيده ل 12 نقطه من الفوز في 4 مباريات، والحقيقه يعني لم يخسر اي مباراه في هذه الجوله، والحقيقه ان دي امام المصري كانت الجوله الرابعه من بطوله الجمهوريه، وبكده بقى يعني يكون يعني فاز النادي الاهلي او فريق 2008 تحديدا او احرز 21 هدف وتلقى 4 اهداف فقط. اما بقى بالنسبه لاول امس كان فريق النادي الاهلي 2009 الحقيقه قدر برضو ان هو يفوز على نادي بلديه المحله بنتيجه 3-1، وكانت المباراه ايضا خارج ملعبه،
وبكده بقى يكون رفع رصيده لتسع نقاط من الفوز في ثلاث مباريات والخساره في مباراه واحده فقط. ويمكن كده هو في عدد الجولات وتحديدا بنهايه الجوله الرابعه بيكون سجل 8 اهداف في يعني مجموع المباريات وتلقى هدفين فقط في مرماه. نروح بقى للألعاب الأخرى ويمكن يعني بطولة أو دوري أبطال إفريقيا لليد، يعني يمكن سواء سيدات يد الأهلي أو رجال يد الأهلي مشاركين في هذه البطولة والحقيقة محققين نجاحات كبيرة جدا منذ افتتاح البطولة. خلينا نقول إن سيدات يد الأهلي بدأوا المباراة طبعا أو يعني كانت المباراة الافتتاحية أمام جرين دوسال أول أمس، فاز بنتيجة أو يعني فريق سيدات يد الأهلي فازوا بنتيجة 25-16. والحقيقة إن المباراة الثانية هتكون النهاردة في تمام الساعة 2 ظهرا أمام زيكو الكاميروني، هتكون طبعا بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 2 ظهرا. وبقى ختام المباريات هيكون غدا أمام بريميرو الأنجولي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خلينا يعني يمكن هايلايت المباراة إن فرح الشاذلي يمكن إحنا يمكن كنا لسه أعلنا عن هذه الصفقة منذ أيام قليلة وانضمامها لصفوف فريق النادي الأهلي أو سيدات نادي الأهلي في صفقة يعني لمدة 4 سنوات. فرح الشاذلي بأول ظهور ليها بتيشيرت النادي الأهلي قدرت إن هي يعني تحصل على أفضل لاعبة في مباراة جرين دوسال طبعا في افتتاح مباريات دوري ابطال افريقيا لكره اليد. نروح بقى لرجال يد الاهلي وبذات البطوله او نفس البطوله كان يعني الافتتاحيه في امام فاب الكاميروني وفاز رجال يد الاهلي بنتيجه 33-18. ده كان طبعا في افتتاح البطوله اول امس الجمعه. وبعد كده بقى ثاني مبارياته كان امام بي ام سي بنتيجه 37-24. وغدا بقى هيكون ختام هذه المباريات امام جي اس كا طبعا في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت القاهرة. خلينا بقى نروح لكرة السلة والحقيقة أن وصل يعني بعثة كرة السلة أو رجال يد السلة تحديدا للدوحة مساء أمس، يمكن ده طبعا للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة. وخلينا أقولك أنا هواندو يا فاروق في نقطة هامة جدا، أن يعني مش بس جمهور النادي الأهلي بيؤازر فريق النادي الأهلي لكرة القدم ولكن بيكون وراه في كل المباريات للألعاب الأخرى. الحقيقة بمجرد وصول فريق سلة يعني الأهلي مساء أمس مطار الدوحة كان في استقباله عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي، وكان برضو يعني يمكن في فندق الإقامة عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي كانت في انتظار يعني بعثة سلة الأهلي علشان يؤازروهم بقى في البطولة العربية. يعني النهاردة يمكن اللجنة المنظمة كمان في أولى المباريات أو في افتتاح المباريات أمام طبعا يعني فريق جامعة دجلة العراقي اللي هتقام اليوم على صالة نادي الريان في الدوحة، الحقيقة أن اللجنة المنظمة سمحت لجماهير النادي الأهلي بالدخول مجانا علشان يشجعوا فريقهم طبعا أمام الخصم. يعني يمكن ده لفتة أكيد كبيرة والحقيقة خطوة كبيرة جدا من اللجنة المنظمة علشان يكونوا كل جماهير النادي الأهلي موجودين في الملعب لمؤازرة لاعبي النادي الأهلي للسلة في افتتاحية البطولة العربية. بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا. خلينا اقول لكم على سكواد النادي الاهلي اللي هيشارك في البطوله العربيه: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، عمر طارق، عمر عباده، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، ايهاب امين، مؤمن خيري، احمد مهيب، ومحمد ابو النصر، نورس كول، ومايكل فاكواد. يمكن ده السكواد اللي هيشارك في البطوله العربيه، بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطوله. اخيرا بقى خلينا نروح لانشطه اللجان، والحقيقه ان لجنه الشباب تحت طبعا او يعني تحت اشراف اللجنة العليا للجان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي وأكيد تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج أعلنت عن بطولة عائلة الأهلي للشطرنج واللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. يعني كل بقى اللي حابب يشارك يقدر إن هو يقدم من دلوقتي علشان أكيد هتكون بطولة قوية جدا. ويمكن شفنا على مدار الفترات الماضية يعني يمكن لجنة الشباب لما بتعلن عن هذه البطولة تحديدا لجنة عائلة الأهلي للشطرنج بيكون فيها عدد كبير جدا من المشاركات. طبعا دي كانت كل الاخبار الخاصه بينا والاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وايضا استعدادات الفريق الاول لكره القدم ل يعني اولى مبارياته المحليه، وايضا يمكن كل فرقنا بقى الرياضيه الاخرى اللي مشاركه في عدد كبير جدا من البطولات. بنتمنى لهم كل التوفيق، بشكركم جدا، عوده ليكم مره اخرى.
يعني انا مش هقول تغطيه سريعه، انا هقول نشره اخبار سريعه جدا خاصه بالنادي الاهلي وطبعا فرقنا المختلفه وكمان اللجان اللي انت تحدثتي عنها مريم. نشكرك كالعاده زميلتنا المتالقه يعني مريم سمير. خليني اشكرها بصراحه مريم، يعني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد يا مريم. بصراحه خدتينا في جوله من اهل الجزيره لاهل مدينه نصر للناشئين للكونغو للدوحه. بصراحه التغطيه ممتازه، وده يعني دايما اللي متعودين عليه منك يا مريم. كل المراسلين حقيقي يا فاروق يعني بجد اختيار على اعلى مستوى، الكلام ده احنا بنقوله من اول يوم وليس مجامله في نفسنا، بس بجد يعني حقيقي المراسلين تحديدا كمان على اعلى مستوى عندنا في قناه النادي الاهلي بنات ولاد بصراحه. وانتم تغطيتكم كمان لما كنتوا بتسافروا اكثر من رائعه، لحظه بلحظه كمان بتوافونا بكل التفاصيل كان الناس قاعده معاكم كمان في المعسكرات وغيره. فيعني بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله عندنا لسه مقابل. نفسي بقى يصفروا بنات المعسكرات نفسي نعمل تغطيه نيجي لتيجي الفرصه يعني نتمنى ان شاء الله في المستقبل. بصراحه يا نهواند يعني انا بشكر طبعا زملاء المراسلين، بشكر كريم توفيق شريف شعبان مريم نورهان سلا هنا ابو القاسم منى المنيسي روزان نصر، مجموعه بصراحه طبعًا مميزه جدا. خلينا بقى نروح للكره الاوروبيه. نهواند امبارح كان في اكثر من مباراه المحترفين في اوروبا، من ضمنهم محمد صلاح اللي لعب فريقه ليفربول امام توتنهام وطرد منه 2 لعيبه من الريدز طبعا جوناس واللاعب ديجو جوتا، وخرج صلاح وفريقه متعادل 1-1 والماتش انتهى طبعا انتهى بفوز توتنهام 2-1 بهدف ذاتي من ماتيب في الثواني الاخيره، يعني احرز هدف في مرماه عشان تشتعل المنافسه اكثر على الصداره. الان المان سيتي متصدر ب 18 نقطه، توتنهام وارسنال ب 17 نقطه، ثم ليفربول ب 16 نقطه. تريزيجيه بالنسبة لتريزيجيه وشارك في مباراة فريقه ترابزون سبورت اللي حقق الفوز صعب على ضيفه فريق بنديك سبور بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي. عمر مرموش خسر فريقه انتراخت فرانكفورت أمام مضيفه فولفسبورج بنتيجة 2-0 في الدوري الألماني. بص ماتشات ساخنة يعني ولعب حلو من كمان بداية الموسم عندهم وحاجات دايما مش متوقعة، يعني تلاقي موسم مثلا أرسنال محقق شغل رائع من البداية بعد كده الفينال بتاعه وحش، بعد كده تلاقي مثلا مان سيتي متألق جدا بس في ماتشات للأسف مش دي النتائج اللي انت بتبقى عايزة، ففي متعة حقيقية كمان عندهم. فيعني أنا بشوف اللي بيتابع بيستمتع فعلا. بس خلينا ناخد مزيد كمان من التفاصيل يا فاروق، نروح لزميلنا العزيز أيمن جلبرتو عشان نتعرف على رؤيته لمباريات المحترفين بالامس. ايمن في البدايه بنصبح ليك طبعا انا وفاروق، صباح الخير. صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا فاروق وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. خليني ابدا معاك بسؤالي عن ازاي بتشوف اداء محترفينا يعني تحديدا بالامس، لو هنتكلم عن صلاح هنتكلم عن مرموش تريزيجيه وعوده كمان النني بنتكلم تحديدا لقائمه ارسنال. يعني يمكن امبارح تحديدا الامور ما كانتش افضل حاجه بالنسبه للمحترفين كاداء ونتائج، يعني باستثناء تريزيجيه اللي فريقه فاز وعزز موقعه في الدوري التركي كمركز ثالث يعني، لكن محمد صلاح طبعا امبارح المباراه عصيبه جدا، اهم حدث فيها فكره الغاء هدف دياز اللي كان صلاح بالمناسبه هو يعني العامل التمريره بتاعته، الغاء الهدف يعني عمل حاله من الجدل كبيره جدا في الكره، نتكلم ان لجنه الحكام طلعت بيان رسمي اعترف فيه ان الهدف صحيح وان حصل خطا بشري تسبب في الغاء الهدف احتسابه اوفسايد، كمان الفار لما راجع وتم الغاء الهدف كان امر غريب جدا وكثير للشكوك، والنهارده الناس برضو بتتكلم على فكره ان كمان الفار طلع قال ان هو كان فاكر ان الحكم احتسب اصلا الهدف وهو كان بياكد على قرار احتساب الهدف وليس الغائه، فيعني بنتكلم في كارثه تحكيميه في الدوري الانجليزي وغير مسبوقه يا ايمن، يعني احنا ممكن نلاقي كوارث تحكيميه في المنطقه عندنا لكن ازاي في الدوري الانجليزي؟ يعني ده غريب شويه. خلي بالك يا هوان احنا بنشوف الطريقه اللي بيراجع بيها التسلل في الدوري الانجليزي الموسم ده بعيدا عن المواسم السابقه، بنتكلم الموسم ده الصوره اللي بتطلع قدامنا كده في في مراجعه التسلل بتبقى صور كارثيه وما بتصدقش ده الدوري الانجليزي. صحيح. بنتكلم في تقنيات حديثه جدا في كشف التسلل بيتم استخدامها في دوريات عديده ومنهم دوريات في المنطقه العربيه هنا وحتى في دوري ابطال افريقيا، ويمكن للامانه
حتى الدوري المصري حاليا في حته كشف التسلل لما بنشوفه، يعني حتى لو في مشاكل تحكيميه عندنا لقطه كشف التسلل او الصوره ساعات اللي بتظهر هنا في الدوري المصري تبقى افضل من الدوري الانجليزي، فبنتكلم في خطا كارثي قالب الدنيا في انجلترا. فالمباراه خلصت كمان 2-1 لتوتنهام بهدف عادي في الاخر، فالمباراه امبارح ما كانتش افضل حال لمحمد صلاح اللي بيعيش برضه فتره جيده كاحد ابرز اللاعبين اللي بيساهموا في اهداف في تاريخ بريمير ليج، وراجل عامل ما بين 4 و5 هذا الموسم غير الاهداف اللي سجلها. ولكن هو امبارح ما نقدرش نقول انه كان الماتش بتاعه، ارقامه حتى في المباراه سيئه جدا، ولكن هي كانت حاله عامه نقدر نقولها كده في المباراه. ايمن يعني انا بصب عليك يا ايمن، صباح الفل، وعايز اقف عند نقطه البيان نفسه اللي خرج من رابطه الحكام في الدوري الانجليزي، انت شايف الفكره نفسها ازاي؟ ونقطه تانية اكيد يعني تابعت تصريحات يورجن كلوب لما قال انا هستفيد ايه، يعني انا كنا متوقعين ان مع وجود تقنيه الفار هيبقى الوضع افضل او احسن، لكن نفس الامر كان اتكرر في مباراه مانشستر وولفرهامبتون. شايف فكره ان رابطه الحكام تطلع في بيان وتقول وتعترف بالخطا، ناس قالت ان ده صح وناس قالت مش هيفيد بشيء. طبعا الفل يا فاروق. طبعا بص، هو الاعتراف بالخطا حاجه كويسه يعني بشكل عام، حتى لو مش هيفيد بحاجه، لكن هو في الاخر ما حدش بيكابر لان الموضوع واضح. يعني النهارده كمان لو تخيل بعد كل اللي حصل مباراه امبارح ده، النقطه دي ولجنه الحكام مثلا طلعت قالت والله القرار ده 50-50 او والله اخطاء وارده في كره القدم، او عارف انت التصريحات اللطيفه دي كانت هتبقى كارثه اكبر. لكن هو النهارده هو اعترف بوجود خطا، وده في حد ذاته امر جيد. لكن فعلا على راي كلوب هو استفاد ايه؟ محدش استفاد حاجه. طبعا اخطاء جزء من كره القدم واخطاء التحكيم هتفضل مستمره حتى في وجود الفار، لان في الاخر هم بشر اللي بيتعاملوا، حتى في وجود التكنولوجيا، التكنولوجيا نفسها تعدى بيحصل فيها مشكله، وبتشوف ساعات كتير قوي الساعه بتاعت خط المرمى بتعطل، مش عارف ايه في الاوفسايد بيحصل فيه عطل. ولكن ده خطا جسيم، ده خطا كارثي، ده مش مجرد خطا. صحيح. النهارده انت بتتكلم في حاجه غيرت نتيجه مباراه، وحاجه سهله جدا ان هي تتكشف، ولكن النهارده يعني اتخذ قرار خطا وخطا متكرر. ففعلا هو بالنسبه لليفربول، هو ليفربول مش هيستفيد حاجه ان لجنه الحكام تطلع تقول ان القرار كان غلط وان كان لازم الهدف يحتسب، مش هيستفيدوا حاجه، وما اعتقدش ان هيتم اعاده المباراه او ما شابه. ولكن يعني ده جزء من الكوره، ولكن هل انجلترا التعامل ازاي مع الحكام الفتره اللي جايه؟ لان الموسم ده تحديدا الاخطاء واضحه وكثير. هنشوف هل الامور هتتحسن ولا في خلل ما في المنظومة التحكيمية في الدوري الإنجليزي. خلينا نشوف، خلينا ننتظر فعلا ونشوف. صحيح، ولو في أي مشكلة نشوف لهم بيريرا يعني. نشكرك جدا زميلنا العزيز الناقد الرياضي أيمن جلبرتو. للأسف الشديد الأخطاء التحكيمية تطال العالم كله، لكن طبعا بنسب مختلفة. على كل حال هنروح فاصل ونرجع بعد الفاصل أنا وفاروق حضراتكم عشان نستقبل أولى ضيوفنا، خليكم معانا. نقول ثلاثيات رباعيات كولر هي عنوان الموسم الجديد بتاعنا الحمد لله، يعني وتألق واضح جدا لجميع كمان اللاعبين، فوز مستحق للأهلي، وشفناه كمان تحديدا في المباراة الأخيرة ضد يعني سان جورج الاثيوبي في رحله هنا تقدر تقول الدفاع بقى يعني عن لقب دوري ابطال افريقيا. عندنا كلام كتير جدا عن الاهلي ودوري ابطال افريقيا والمنافسات المحليه والقاريه. خلينا نرحب بس في البدايه بضيفنا العزيز جدا وصديقي العزيز طبعا كابتن فتحي نصير، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي بالاتحادين المصري والافريقي. صباح الهنا وصباح النصر. صباح الخير. صباح الخير نوان. صباح الخير يا فاروق. منور. منورنا يا كابتن فتحي. سعادتك يعني. انا سعيد ان انا يعني اول حاجه ان اكون موجود مع حضرتك يا كابتن فتحي. لا لا لا، انت منور ونهواند منوره، ويعني انتوا يعني مش محتاجين حاجه بقى، انا اقول لكم سلام عليكم وكفايه. حبيبنا حبيبنا كابتن فتحي والله. منورنا طبعا. نبدا بقى الحديث عن اخر مباراه، خلينا نبدا من اخر مباراه سان جورج. يعني ذهابا وايابا. ثلاثيات ورباعيات كولر، شايف يا كابتن فتحي هل انت مع اطلاق عنوان الاهلي في هذا الموسم ثلاثيات ورباعيات كولر؟ شفنا الموسم الماضي كان بيحقق عدد كبير جدا من المباريات بالفوز بثلاثه اهداف، بدأنا الموسم برباعيه وثلاثيه، شايف الامر ده ازاي يا كابتن؟ شايف الامر ان فريق النادي الاهلي
بدأ فيه روح الاستقرار، والاستقرار ده مهم جدا. صحيح. الاستقرار في أي عمل، حتى الاستقرار في العمل هنا، الاستقرار في القناة، الاستقرار في الملعب، الاستقرار في البيت، الاستقرار في الحياة، الاستقرار الدولة، كل الاستقرار ده أو عنوان الاستقرار مهم جدا عشان تاخد منتج متميز للحاجة اللي انت بتكنها. فاستقرار الفرقة في ان كل اللعيبة دلوقتي الموجودين، كل سكواد اللي هو عند كولر، كله اتعدوا اعداد جيد، كلهم في مستوى واحد، بحيث ان هما اي واحد فيهم بينزل يؤدي في المنظومة الخاصة بكرة القدم للنادي الاهلي. منظومة الفرقة دي مهمة جدا، فبالتالي انت بتغير لعيبة لكن ما بتغيرش طريقة لعب. صحيح. ما بتغيرش اسلوب، ما بتغيرش نتيجة، دايل النتائج مختلفة مع اختلاف اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا. يعني ما نقولش ان المباراة الاولى هنا في بطولة افريقيا في التصفيات كان في مجموعة لعيبة، المباراة التانية مجموعة لعيبة تانية. طب النتيجة ايه؟ كانت ثلاثة، كانت اربعة، كل ده ليه؟ لان الاداء او الثبات والاستقرار في شكل الفرقة واحد، واللعيبة كلها دلوقتي بدأوا يندمجوا وبقت دخلوا في فورمة المباريات اللي افتقدناها مع بداية الموسم. فاكر المباراة دي يا كابتن؟ يعني دي مباراة الزمالك 4-1، واحدة من المباريات من الرباعيات. الرباعيات يعني رباعيات الخيام يا كابتن. كانت مباراة جميلة. لا هي طبعا كانت بدايات كولر كمان، يعني هي دلوقتي مش دلوقتي، هي دلوقتي ممكن نقدر نقول عليها البدايات، برضو ما كانش نفس الشكل الفرقة زي دلوقتي. طبعا وده طبيعي، الفرقة اتغيرت كتير والشكل اتغير كتير. وأكيد يا فاروق عندك أنت دلوقتي كولر بيفكر بتفكير غير اللي كل السادة المشاهدين بيتفرجوا بيه أو المسؤولين أو كده، عنده فكر، لأنه عنده أكتر من بطولة في هذا الموسم. بالظبط. وكلها متداخلة، للأسف إنها مش بطولة تنتهي ثم نبدأ بطولة تانية ثم نبدأ بطولة تالتة. دي بتبقى سهلة على المدرب، سهلة على المدرب إن الموسم بتاعك يبدأ مثلا إيه، بنخلص يعني عمل معين ثم ننتقل إلى بطولة تانية ثم هنا ننتقل لبطولة تالتة. الكلام ده مش موجود دلوقتي. البطولات كلها داخلة ببعض، فدي عايزة نقول إيه، دكتور أو حريف أو دماغ تقدر توفق اللعيبة وتجهزهم نفسيا إن البطولات ما تخشش في بعض. صحيح. لأن أنت لو مثلا لو بنقول إيه، عندك بطولة أفريقيا بتاعت اللي كنا بنلعب فيها دلوقتي، بس هتلعب كاس يوم الأربعاء، وبعدين هتلعب دوري. ثم هتلعب أفريقيا تانية سوبر، ثم إيه ده، وكلها أهداف مختلفة. إذن يعني أنت لازم تهيئ اللعيبة وتشوف اللعيبة بتاعتها على أساس أن كل لاعب أنا دلوقتي البطولة دي بهيئ لعبتي فيه، بعدهم نفسيا بدنيا مهاريا خططيا. المهارة والبدني والخططي مش هيختلف من بطولة لبطولة، لكن اللي هيختلف الدوافع والإعداد النفسي. صحيح. كيفية إعداد اللعيبة أو كل لاعب ثم الفريق لمباراة معينة، ده هدف ده غير الهدف ده غير الهدف ده، فدوافع كل بطولة مختلفة لكن اللياقة والمهارة والخطة ثابتة. صحيح. أنا عايزة بس أسألك حاجة عن المباراة كمان تحديدا الأخيرة اللي احنا لاحظناها بشكل كبير، لأن بعض طلع قال لك إيه، دي مباراة سهلة، هو أنتوا يعني هتبدأوا الموسم فرحانين قوي بمباراة أصلا تحصيل حاصل؟ كلام زي ده سمعناه كتير، لكن أنا أو إحنا لا بنلتفت لنفسنا، أدائنا متغير ولا لا، خططنا في الملعب عاملة إزاي، اللعيبة روحها إزاي. أنا شفت ولحضرتك برضو تتفق معايا، كان في انتشار بشكل كبير جدا في الملعب، والانتشار ده هو اللي خلاك يبقى عندك استحواذ وبالتالي أثرت على نتيجة المباراة، فده في حد ذاته برضو نجاح وذكاء من كولر. هو أقول لكم برضو بالنسبة للنقطة دي، ناس كتير بتقول إنها مباراة سهلة. التخيل هي سهلة عشان إحنا حققنا الهدف، لكن مش سهلة في الملعب، لأن الفرقة اللي قدامك ما عندهاش حاجة تبكي عليها، وإنت ما تخافش من غير من الفرق اللي هي بتلعب بدون ضغوط، هي بتلعب بدون ضغوط، فعايزة تحسن نتيجتها عن المباراة السابقة.
فاذا عندها دوافع اعلى ودوافع اعلى من المباراه السابقه، والدوافع دي بتبقى ساعات يعني تؤثر عليك تاثير سلبي بالنسبه للفرقه. الفرقه دي عشان جايه فتلاقي مثلا الجري كتير، الاشتراك، الالتحام، الدوافع الداخليه ان عاوزين يثبتوا ذاتهم قبل ما يخرجوا من البطوله، فدي دوافع تانية لهم. ما نفتكرش ما فيش مباراه بدون دوافع، مفيش اي مباراه في العالم بدون دوافع. حتى الفرقه دي معروف انها خرجت، خرجت، لكن ما نقولش انها خرجت لان هي في الملعب موجوده وفي 90 دقيقه هيلعبوا وعندهم دوافعهم الخاصه غير دوافعنا. دوافعنا ان احنا نحافظ على لعبتنا، دوافعنا ان نستمر في ادائنا، دوافعنا ننفذ الفكر الخططي اللي احنا شغالين بيه. دوافعهم هم ان هم عاوزين يعوضوا المباراه السابقه باداء الى حد ما يكون معتدل. اتغلبوا هناك ثلاثه يقول لك ما اتغلبش هنا مثلا واحد على ملعبهم، لكن اتغلبوا اربعه. صحيح. فالدوافع طالما اختلفت فثق ان المباراه هتبقى مهمه لهم. واحنا ما نقولش المباراه، ما فيش مباراه في كره القدم سهله. كابتن فتحي، يعني كنت بتكلم انا والنهواند، النهواند اتكلمت في نقطتين مهمين جدا، نقطه الاعداد النفسي اللي بيجيده مستر كولر، وكمان فكره ان ما بقاش عندك لعيب اساسي ولعيب احتياطي. على الرغم من تغير الافراد لكن شكل اللعب واستراتيجيه اللعب واحده، ازاي كولر قدر يعمل ده؟ ما هو ده اللي بنقوله يا فاروق، ان ايه المدرب عنده اللعيبه بدنيا مهاريا خططيا خلاص اوكي، كل السكواد اللي عنده، كل مجموعه اللعيبه نفس المستوى، نفس المستوى من الاداء. طيب ايه اللي هو هيختلف؟ اللي هيختلف الدوافع، الدوافع والاعداء. والدوافع مين اللي يتعامل بيها؟ معدي نفسي. ومين المعدي النفسي؟ كولر بيتميز بدي. اذا دي ميزته هتخليه يفصل بين البطولات عشان البطولات ما تخشش في بعضها، فيبقى دافع اللاعب، دافع الفرقه، دافع الفكر العمومي للمجموعه، ان احنا هذه البطوله عاوزين منها ايه؟ اللي عاوزين منها ايه دي؟ ده اعداد نفسي، لان مش لسه عد بدني ومهاري وخلاص اتفقنا عليه. فكفاءه كولر في الاعداد النفسي هتفيده في مثل في مدربين كبار ما عندهمش هذه الميزه. بالظبط صحيح. فممكن هم يتخبطوا لما تجيلهم اكتر من بطوله، ما بيبقاش عارف البطولة دي داخلة ازاي واللعيب ما يتعدش ازاي، لأن كل لعيب لازم يحس على البطولة دي إن هي دي البطولة الوحيدة السنة دي، فازاي يفصل بين البطولات السابقة ويعمل لهم العزل داخليا وداخل مخه وداخل فكره وداخل أدائه إن هو يقدر يأدي بعد كده، وبالتالي نجاحه في هذه المهمة هي نجاحه للفرقة وبالتالي بتحقق أهدافك. هو كمان مش بس الفصل بين البطولات، الفصل بين البطولات وما حدث فيهم. يعني ممكن تبقى مباراة أنا ما كنتش الأفضل فيها، داخل على مباراة وبطولة تانية، فأنا لازم أركز في دي، ماليش دعوة بنتائج دي، حتى لو حققت انتصار جيد أنا مش لازم أخش بالثقة اللي مبنية على المباراة اللي فاتت. فدي برضو في حد ذاتها نقطة صعبة إن هي تحقق، لازم فعلا حد يكون فاهم في الشق النفسي بشكل كبير، سواء كولر أو المعد النفسي للنادي الأهلي أو حتى كابتن فريق النادي الأهلي. فده بيبقى شغل جماعي بيحصل في الملاعب، واعتقد برضو ايام جيل حضرتك كان ده الدارج وكان ده الحوار دايما في اوضه اللبس مع اختلاف عدد البطولات طبعا. لا زمان ما كانش في البطولات، وبين البطوله والبطوله وقت وكده بيبقى حاسين ان البطولات فرق، لكن دلوقتي بقول لك تداخل البطولات بالظبط، والتداخل فيها اللعيبه نضجت، لعيبه النادي الاهلي اصبح عندهم نضج كروي، نضج فكري، عندهم مخزون فكري، مخزون خططي داخلي، مخزون نفسي. المخزون ده بيخليهم ويساعدهم على الفصل بين البطولات وبين أهداف البطولات وبين نتائج البطولات السابقه والبطولات اللي جايه عشان على النتيجه. بالظبط. وفي نقطه كمان كابتن فتحي لو تتفق معايا فيها، فكره ان انا بجيب برضو يعني صفقات مختلفه لنفس المراكز اللي فيها اكتر من لاعب متالق، ده بيدى تنافسيه برضو على المركز للعيبه وخلى فيه روح الاصرار. بمعنى انا ممكن كنت اشوف المواسم اللي فاتت بعض اللعيبه اللي هي متالقه جدا لكن عندها تشبع شويه، انا نازل الماتش ده يعني ما انا اللي مسيطر في المركز ده. دلوقتي مثلا حدي مثال بكهربا. كهربا كان الفتره اللي فاتت يمكن شويه اللي هو ايه متالق، بعدين اختفى شويه او بعد شويه عن الملعب. دلوقتي عندك صفقه مودست، كهربا رجع تاني بمجرد لمسته للكوره، هو عايز يبقى كوره بهدف. فشفنا ايجر او عنده الحته اللي هو ايه
انا مش هضيع فرص، يعني قصه تضييع الفرص اللي كانت بتحصل بالزبط. في المباريات اللي فاتت والمواسم اللي فاتت مش محققه بقى أعلى. مش محققه الموسم ده بشكل كبير. هي نقدر نقول زي ما فاروق بيقول تركيز اللاعب هيزيد، لانه هو بيركز مش في المباراه دي بس، هو بيركز ان انا ممكن العب تاني ولا لا المباراه اللي جايه، فانا بفكر في اللي جاي هل هستمر ولا لا. أيوة. الفرصه دي جات لي، ودي ذكاء من اداره الاهلي، مجلس اداره، لجنه الكوره، كولر والمجموعه في ايه اختيار النماذج واللاعبين اللي هو يدعم بيها فريقه، مش بالكم، مش عدد قد ايه، لكن بالكيف الاداء. فهو ما دعمش، ما يجيبش خمس ست لعيبه، مش المفروض ان خمس ست لعيبه، انا فرقه كامله، لكن بحس ان في حاجه ناقصه في الحته دي فانا باجي اكملها. حمدي فتحي خرج، امام عاشور جه، خلاص ما نحسش ان في خلل هنا. موزيس كان ناقصنا، عاوزينه راس حربه. وبعدين عندنا المغربي رضا برضو في وسط الملعب، وأداؤه وتوصيله وقوة انطلاقه، وأصبح عندنا دلوقتي كمان اللي كان ينقصنا السنة اللي فاتت، التسديد على المرمى، بنوصل لكن ما نسددش. صحيح، مهم جدا. فأصبح عندك ثلاث لعيبة أساسيين في الملعب غير الباقي، الباقي طور نفسه، لكن اللي جاي إمام عاشور بيشوط، وبعدين مودز بيشوط، و كهربا بيشوط، قفشه بيشوط، لا بداوا يشوطوا. وبعدين اذا كل اللعيبه اللي جم، احنا عندنا كام لعيب؟ ثلاثه اللي جم جداد اللي هم دخلوا رضا سليم ورضا، كل دولت بيتميزوا بالتسديد، يبقى جايبين مهاره ناقصه في المجموعه، لكن بنطور الموجود، لكن جبنا ثلاث لعيبه عندهم القدره للتسديد، والتسديد هو احراز الاهداف. تاكيدا على كلامك يا كابتن فتحي، يعني واحنا موجودين في معسكر الاهلي في النمسا، انا كان ليا حديث مع كريم نيدفيد. كريم نيدفيد قال لي قبل ما ارجع للنادي الاهلي جمعتني جلسه مع مستر كولر، ما سالنيش في حاجه خالص خاصه بالفنيات ولا بالكوره، سالني انا بعمل ايه في يومي، النواقص اللي عندك بتشتغل عليها ازاي. هو مدرب كان عايز يستكشف عقليه اللعيب، ففي نقطه مهمه جدا في اللعيب اللي بينضم للنادي الاهلي، انت بتشوف عقليته خارج الملعب هتتوافق معاك ازاي. اعتقد دي كانت من النقاط المهمه جدا في استقطاب العناصر اللي تنضم لفريق النادي الاهلي هذا الموسم. اكيد اكيد. ليه؟ لان هو لاعب خارج الكوره بيفكر في ايه؟ بيفكر يبقى فاضي يخرج ويفسح ولا كده، ولا بيفكر فيما يفيد اداؤه في الملعب ويطور نفسه؟ بتفرج على اخطائي في من خلال تسجيلات، على نجاحاتي من خلال تسجيلات، صحيح ادائي، كل الحاجات دي بتخلي اللاعب ان هو يبقى ده اللاعب اللي بقول عليه اللاعب الناضج، ناضج فكريا، بيحضر نفسه خارج الملعب وبيحضر نفسه داخل الملعب. داخل الملعب شغلة الجهاز الفني والإداري وكده، خارج الملعب شغلته هو ان هو يجهز، المدرب مش معاه، لكن فكر المدرب معاه ازاي يحضر نفسه بره، ينام كويس، ياكل كويس، يستريح، مفيش سهر، مفيش، ده تحضير خارجي. حتى فترة التوقف هو مسؤول طبعاً عن ان هو يرجع برضو بالمستوى اللي ما كانش بعيد، مستوى معين. ده لعبت النادي الاهلي، انا كلمة يمكن اختصرتها او اختزلتها في النضج الكروي. صحيح. النضج الكروي يعني خلاص بقى الفاكهة استوت، هو دلوقتي حلوة مستوي. حلو ده. يعني المصطلح ماشي الصراحه، يعني استوى دلوقتي، فبقى جاهز ان هو يؤدي ويواجه اي تحدي، يواجه اي حاجه. الفاكهه استوت يعني سهل، ان مش منظرها بس، لا المنظر والطعم واللون والحاجات دي كلها. كلام جميل. انا عايزه اروح لنقطه مهمه برضو، ملف مهم حتى لو سريعا، التحكيم. هل كان في اي تعقيب من كابتن فتحي على الاداء التحكيمي في المباراه؟ وخصوصا برضو هرجع بمناسبه يعني ذكر الموضوع التحكيم، كان معايا خبر انا وفاروق في الانترو عن مشاكل الفظيعه في التحكيم دلوقتي في الدوري الانجليزي. يعني انت اصبحت دلوقتي بتسمع في اقوى دوريات العالم الدوري الانجليزي مشاكل في التحكيم، حاجه غير مسبوقه، حاجه غير مالوفه، اثارت غضب ناس كتيره جدا. الصحافه اتكلمت عن النقطه دي بشكل كبير، خصوصا انت بتتكلم عندهم تقنيات وهم في حته ثانيه تكنولوجيا برضو، فازاي انا لسه عندي خطا في العنصر البشري وفي التقنيات اللي هي اخرها الفار؟ ما هو في نقطه الفار، لكن
مين بيتحكم في الفار؟ عنصر بشري. ايوه بس هي بتسهل لك كل حاجه بنسبه 90% واكتر. بتسهل لي 95% كويس، لكن في عندي 5% بتسهل لي 98%، عندي 2% ممكن الخطا يحصل في ال 2%، فالخطا وارد طالما دخل فيه عنصر بشري. صح، طالما فيه عنصر بشري انتهت. ما نقدرش نقول ان كل حاجه اللي بيتحكم فيه واللي بيعمل فيه بيقلل الاخطاء، بيوصلك الى يعني الى قدر الامكان ل يعني نقدر نقول ايه الصواب، قمه الصواب او قمه النجاح او قمه العداله، لكن مش العداله الكامله ومش الدقه الكامله. مش لا الدقة لا يمكن كاملة. لا يمكن هتيجي ليه؟ لان فيها عنصر بشري، لكن لو نشيل العنصر البشري نحكم كده هتقلقنا كده. تخيل يدخل الذكاء الاصطناعي في التحكيم. الفار يعني مع وجود تقنيه الفار كان الوضع ممكن يكون اسهل، وده الكلام اللي قاله يورجن كلوب امبارح. وجود الفار هيسهل الامر شويه، لكن خطا زي بالشكل ده كان صعب شويه. خطا برضو لان السبب فيه عنصر بشري. مش الفار نفسه، يعني الفار هيديك الصح، لكن العنصر البشري المتدخل فيه هو طالما في عنصر بشري وطالما في كده اخطاء كره القدم وارده وطبيعيه، وحلاوه كره القدم في اخطائها، بس ساعات الاخطاء بتبقى قاتله وتظلم واخطاء كده، لكن ما نقدرش نقول ان الاخطاء ما قلتش من الفار، قلت لكن هتستمر طالما في كرة كان القدم. من التعليقات اللي عجبتني تعقيبا على موضوع الدوري الانجليزي والاخطاء التحكيميه المنتشره في العالم كله بنسب كمان ما هياش صغيره يعني المقبوله عالميا، حدك بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي هو ممكن يوصل للحكام والتحكيم، ان انت عايز بقى تحل هذه الازمه دخل بقى الارتفيشال انتليجنس في الموضوع ونخلص. لا وبعد كده يبقوا اللعيبه والاعلام بص ونقعد احنا في البيت. طب خلاص ما هي يبقى فعلا كده، ما يبقاش في حياه. لكن طبعا ساعتها هتتوقف الحياه كرة اكيد. كره القدم ما هي الا منافسه أخطاء تحكيميه، منافسه بين فريقين وفي حكم بيحاول يحد هذه المنافسه بالقانون بالتطبيق. عاده بيقولوا في القانون ايه، قانون كره القدم 17 ماده، قانون كره القدم التعديلات الاخيره كله 17 مادة. كله التغيير جوه ال 17 مادة. في مادة 18. تقول لا ده قانون 17، المادة 18 ان الحكم ازاي يطبق ال 17 مادة وهو في الملعب. كيفية تطبيق الحكم تختلف من حكم لحكم. يعني انا حافظ القانون وانت حافظ القانون، فاروح حافظ القانون. تيجي لعبة هو هيشوفها بطريقته وانت هتشوفها بطريقتك وانا هشوفها بطريقتي. يبقى طريقة تطبيق الحكم للقانون هي اللي بتختلف، وهي اللي تبين الاخطاء السهله قد ايه ونقللها قد ايه، وواحد تبقى عنده زياده قد ايه. الماده 18 هي الماده اللي هي مش مكتوبه مش مقريه، لكن معروفه عند كل الناس ان هي تقول لك مين في الخطا. في حكم يقول لك لا دي اوفسايد، دي فاول، الثاني يقول لك لا مش فاول. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ما انت القانون عارفاه وانا القانون عارفه، بس انا من وجهه نظري وانت من وجهه نظري. هي الحته دي الا اذا كان جميع حكام العالم اللي هيحكموا يبقوا حكم واحد، وده من خلق الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله مش احنا. يعني ما تقدريش تعملي حاجه من ربنا، هو اللي بيخلق الحكم، بيخلقنا كلنا طبعا، والحكم منهم هو المتغير فيه. النفس البشريه ما حدش يقدر يخش فيها ولا يغيرها، وبالتالي النفس البشريه هتغير بالقانون، هتقول اللعبه دي اوفسايد، اللعبه دي فاول، اللعبه دي مش فاول، نفس التقديريه كده. كابتن فتحي عايزين يعني نرجع للاهلي والكولر، شايف سياسه التدوير اللي مستر كولر بيعملها ازاي هذا الموسم؟ حضرتك واحد من كباتننا الكبار، عارف ان الامر ده بيدي سعاده للمدير الفني يكون عنده الجاهزيه دي من اللاعبين، في نفس الوقت بيدي له حيره في اختيار اللعيبه في كل مباراه. شايف سياسه التدوير دي في ظل عدد البطولات اللي انت بتنافس عليها السنه دي ازاي؟ لا اولا هي بتسعده، وعايز اقول لكم حاجه كمان، المدرب وهو قاعد ولو شاف لاعب اتخبط او جات له ضربه مثلا خفيفه او كده والمدرب لاحظه، المدرب اكتر واحد تلاقي قلبه يدق كتير،
واكتر واحد يبقى خايف تقول لي ليه ما هو عنده لعيبه كتير. لا ما هو اللاعب ده انا عايز يكون عندي كل اسلحتي. عندي ال 25 لاعب بتوعي جاهزين مش عايز ينقصوا عشان اقدر اخش اي مباراه وانا مستريح وكل فكري ان انا اقدر انفذ بيها، لكن اسلحتي مش عايزها تقل. فبالتالي هو يخاف جدا على اي اصابات وكده. هو عنده مجموعه لعيبه كتيره فدي بتريحه وبتخليه يتحكم في شكل المباراه. اي مباراه بيلعب فيها بيتحكم في شكلها، شكلها من خلال ايه؟ طريقه اللعب ثم خطه اللعب. طريقه اللعب عدد اللعيبه اللي في الملعب بينزلوا ازاي والتكتيك ده، ثم خطه اللعب اداء اللاعبين وقت الكره ما تتحرك، الواجبات اللعيبه وقت الكره ما تتحرك. يبقى دي الخطه والطريقه ان احنا 4-3-3 4-2-3-1 دي طريقه، الخطه غير. فاذا هو بيبقى عنده كل الفكر ده وفي صوره بيتخيلها. وما تفتكرش ان هو مثلا كولر بيدرب اول ما الحكم بيصفر نهايه المباراه بيبدا دور كولر في المباراه اللي جايه على طول. حل. على طول يعني اول ما الحكم يصفر بفكر في الماتش اللي جاي. اولا مين السلام عندي، مين اللي مش السلام عندي، مين اللي جايين عندي، مين اللي مش جايين عندي. صح، وده بيبان من تصريحاته كمان في المؤتمر الصحفي بتلمس ده. وبعدين حاجه تانية لازم نلاحظ ان الراجل ده فعلا قمه الذكاء وقمه الذكاء. صحيح. ليه بعد النادي الاهلي بعد كل مباراه ما بياخدش راحه تاني يوم؟ لازم تمرين. يعني هو لعب يوم الجمعه تمام، مرن السبت ده لحد اجازه، النهارده اجازه. ليه اجازه؟ لازم اليوم اللي بعد المباراه يشوف اللاعبين، لان في ساعات اصابات او كدمات. أيوة. او خبطات او كده اللاعب لا يشعر بها اثناء المباراه. لان الدوره الدمويه شغاله والسخونه شغاله فما تحسش بيها، فبتظهر اليوم الثاني، بتظهر في اليوم. فهو عايز يشوفه يطمئن عليهم الاول ويجوا جايين. واللعيبه اللي هم اصلا ما لعبوش المباراه لازم يمرنهم شويه عشان يخلي المستوى قريب من بعض. وبعدين ياخدوا راحه مع بعض. فكره مختلفه يمكن ده السبب في النجاح. هي كذا حاجه طبعا. أيوة. مع بعض، بس فعلا هي فكر ونظام هو وضعه وهو السبب في التطوير والنجاح اللي احنا شايفينه بصراحه. ده على ارض الملعب نظام علمي. يعني مش مش صح، راجل يعني ماشي بسيستم مش عشوائي. بسيستم علمي مش عشوائي، مش يلا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه بقى واحنا طيبين عشان الفقره. بس نورت الوقت يجري بسرعه مع حضرتك كالعاده كابتن فتحي. بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، وسعيد وسعيد ان انا مع فاروق ومتالق دايما كده. شكرك يا كابتن فتحي، وانا اتشرفت وسعيد ان انا كنت موجود معاك. استاذه كبيره طبعا حبيبي يا كابتن، طبعا استاذه هوندي دي يعني ما شاء الله عليها. حبيبي يا كابتن نورتنا اكيد انا وفاروق. ونروح فاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية من الفاصل وعندنا كلام كتير عن بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري اللي بتقام في الكونغو بمشاركة فرق رجال وسيدات الأهلي. هنحلل مشوار الأهلي والاستعداد للمباراة المقبلة مع كابتننا الكابتن سامح لبيب نجم الأهلي السابق لكرة اليد. كابتن سامح برحب بحضرتك، برحب بيك انا ونهواند ومشرفنا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، اهلا بحضرتك ده مكانك طبعا. يعني حضرتك من ابناء النادي الاهلي ونجم سابق طبعا في هذه الرياضه اللي مؤخرا عامله طفره كبيره جدا والمشرفانة سواء على منتخب على مستوى النادي الاهلي او على المنتخب، ففي تطوير حاصل. خلينا نبدا من هنا ونقارن شويه الاداء بدايه بزمان من جيل حضرتك بالكره حاليا في كره اليد. هو دلوقتي يعني نقدر نقول ان النادي الاهلي مش على صعيد الكوره بس، على صعيد جميع الالعاب. صحيح. ان ابتدى يحط الفرق على التراك الصحيح، بحيث ان احنا جايبين مدرب من احسن 4-5 مدربين في العالم. بالظبط. اللي هو ديفيد. فابتدى يطور في الاداء وابتدى يطور في مستوى اللعيبه، وبالتالي نفس القصه ماشي مع سيستم واحد، لان هم مدرب منتخب اسباني وده اسباني، فماشيين كلهم في نهج واحد ومطلعين لعيبه كويسه لمنتخب مصر. والسنه دي النادي الاهلي بيطور في مستوى لعيبته سواء السيدات او الرجال، ان هو خلاص بيبتدي يفكر نلعب على بطوله. احنا كنا زمان فرق السيدات بالذات احنا كنا بنلعب خامس سادس، السنه اللي فاتت البطوله اللي قبل كده احنا واخدين ثالث، السنه دي ان شاء الله هنلعب على الفاينل باذن الله. شايف فكره التدعيمات اللي الاهلي بيعملها في فرق الالعاب الصالات والدور الكبير للكابتن خالد العوضي، يعني عامل طفره، يعني دعم لا محدود طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. بنشوفه واقع على ارض الملعب مش في كره اليد بس، في كافه العاب الصالات. ازاي يا كابتن سامح؟ بص يا كابتن فاروق،
النادي الاهلي حاطط سياسه السنه دي ان انا عايز اطلع من الاجيال اللي تحت. يعني انا عشان ماسك انا مدير قطاع الناشئات، فانا بجيب لعيبه مثلا تحت 2008 2010 2004 بجيب اللعيبه. احنا كنا زمان بنجيب لعيبه عشان تفيد لي الفرقه، لا احنا دلوقتي السيستم ماشي. طبعا لو حطوا كابتن خالد وكابتن ياسر لبيب ان احنا بنحط نجيب اللعيب اللي هيفيدني في الدرجه الاولى بالزبط. المقاييس بتاعته اللي هينفع اللعيب، مش مهم فرقتي دلوقتي، على المدى الطويل اللعيب ده هيفيدني في الدرجه الاولى ولا لا. فدي سياسه السنه دي ماشيين عليها ومطبقينها، ومعانا طبعا الكابتن احمد سالم رئيس قطاع الناشئين والنشئات، فدي مطبقين السنه دي السياسه ديت، ودي اللي هتفيد النادي الاهلي بعد كده. انا مش هشتري لعيبه من بره. دي نقطة كويسة جدا. واللي عجبني كمان انه الناس اتكلمت كتير عن مركز حراسة المرمى سواء في رجال او سيدات، برضو عامل قوة واساسي طبعا، سواء بنتكلم عن اليد او اي الرياضات اللي هي الجماعية اللي بيبقى محتاجة جول كيبر. لا انت عندك تطوير كمان سواء على مستوى الرجال او السيدات، ده راجع لايه برضو كابتن سامح؟ ده راجع ان احنا عندنا برضو اللي هقوله لك من قطاع الناشئين تحت. انا عندي 2006 عندي جول الحارس المرمى بتاع 2006 اللي هي جهاد وائل، دي جهاد بتلعب منتخب 2004 اساسي وبتلعب منتخب 2006، والسنه دي ان شاء الله ربنا يكرم وتصعد مع الدرجه الاولى. فرح الشاذلي اللي احنا جايبينها من نادي الشمس دي تعتبر من احسن اجوان في مصر، عامله طفره السنه دي. وجود سحر مع وجود فرح مع منا ومع جهاد هتدي خبره طبعا، الاجيال هتبقى متصاعده بعد كده. مين اللي بيدرب برضو حراسه المرمى تحديدا؟ عندنا كابتن صلاح بيدرب في الدرجه الاولى، وعندنا كابتن ندى بيتدرب في قطاع الناشئين. يعني برضو كابتن ندى ليها برضو كابتن ندى جول منتخب مصر وجول النادي الاهلي، فليها خبره كبيره فبتفيد في الاجيال اللي تحت. حلو. كابتن سامح، شفت ازاي مباراه الاهلي بالامس امام فريق ام بي سي الكونغولي اللي انتهت ب 37-24 لفريق النادي الاهلي، وكانت مباراه وجيم كويس جدا. شفت ايه الايجابيات والسلبيات في هذه المباراه؟ هو انا شايف ان فريق الاهلي، هنتكلم الاول على فرقه الرجال يعني ماشيه بخطى كويسه وان شاء الله هتوصل للنهائي، والموضوع بالنسبه للرجال ان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبه. بالنسبه للسيدات احنا عندنا فرقتين اللي هي بترو اتلتيكو الانجولي واول اغسطس الانجولي، دول من ساعه ما اتعملت البطوله دول ابطال افريقيا. يعني اول اغسطس واخدها 7 وبترو واخدها 2 اللي هم 9 بطولات اللي اتلعبوا بتوع افريقيا كلهم. فدول الفرقتين الجامدين في افريقيا كلها. فاحنا معانا اول اغسطس في المجموعه، لو ربنا كرم وعرفنا نخبط اول اغسطس يعني، بس ده موضوع انا عارف ان ده موضوع صعب شويه، هنروح للناحيه الثانيه لبترو اتلتيكو. نقدر بقى بترو اتلتيكو ده ماتشنا في الملعب، لو ان شاء الله كسبنا بترو اتلتيكو يبقى احنا ان شاء الله في النهائي وماشيين الحمد لله مدعمين كويس. يعني احنا معانا لعيبه من افريقيا من اول اغسطس جايبينها من انجولا، فان شاء الله دي هتدي اضافه ليها، زائد فرح الشاذلي زائد بقيه اللعيبه طبعا، والكابتن محمد عادل مطور في مستوى اللعيبه في مستوى عالي، فان شاء الله السنه دي يعملوا حاجه كويسه باذن الله. عندك قرعه السوبر جلوب وكاس العالم للانديه، والقرعه بتاعتنا حطتنا برضو مع منافسين شداد جدا منهم برشلونه، فالناس منتظره المباراه وفي توقعات من دلوقتي والحديث هل احنا نقدر ولا لا. خلينا نطمن من حضرتك كابتن سامح. بصي حضرتك، احنا اصلا يعني طبعا برشلونه دي فرقه من فرق الابطال العالم، فاحنا بنتحط على التراك. هم البطوله اللي فاتت لعبوا فرق تقيله من فرنسا اللي هي البطوله كانت في البوسنه وصربيا، لعبوا فرقه تقيله. الراجل ماشي الحمد لله بخطى كويسه وعارف هو بيعمل ايه عشان يوصل لايه، فان شاء الله الناس هتتفاجئ في بطوله كاس العالم دي بفرقه هتبقى منافسه باذن الله. ان شاء الله ده وعد ان شاء الله ان شاء الله. يعني الاستعدادات من دلوقتي لبطوله كاس العالم بنتكلم على اعلى مستوى. هو مستعد من شهرين. البطوله اللي هو عاملها دي هو مش عاملها عشان بطوله افريقيا او بطوله الدوري، عاملها عشان بطوله كاس العالم. كويس جدا كويس جدا. كابتن سامح، شايف عمليه مزج الاعمار ما بين عندك السن الصغير والسن الكبير، وخلاص انت عملت توليفه ما بين مختلف الاعمار، هل ديفيز قدر يحط ايده على نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي بشكل سريع؟ بص يا، هو ديفيز عنده ميزه ان هو دايما بيبص على الفرق الناشئين، فدايما دي نقطه مهمه جدا بياخد العناصر. طبعا دي نقطه مهمه ودي اللي بتفيد النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده على اللونج ران، فبيطلع من هنا مع من السن الصغير بتحطه في مع شغل الدرجه الاولى، فبحيث ان انت بتلاقي 4-5 لعيبه من تحت لما بيخشوا في السيستم يبقى كله ماشي بسيستم واحد، شلت ده من هنا حطيت ده هنا. نفس القصه اللي معموله في الكوره، يعني انا عندي 12-13 لعيب، ده مكان ده مكان ده، كل واحد عارف السيستم اللي هو شغال فيه، ما عندوش اللعيب المميز، يعني ما عندوش لعيب، عنده سيستم شغال كل اللعيبه شغال عليه.
بس برضو يعني النقطه استكمال نقطه فاروق، انا ممكن احط سيستم بس تطبيقه ما يبقاش بالشكل اللي انا شايفه، لكن التطبيق اكثر من رائع. تحس فيه تناغم، يعني احنا بنشوف كنا التناغم في الفريق الاول كره القدم او ما نشوفوش، لكن كمان لما اشوفه ما بين الفرق بتاعتي المختلفه والرياضات المختلفه والعاب الصالات تحديدا، انا شفتها في كره اليد يعني في تناغم قوي، في فهم للتاكتيك بتاعت المدير الفني، برضو ما تحسش بغيابات، ودي نقطة برضو كويسة جدا. سكواد قوي سواء على مستوى الرجال أو السيدات، وده بالتالي إدى ثقة وإدى متابعة أكبر كمان لكرة اليد على مستوى النادي الأهلي والمنتخبات. فلا دي حاجة أو توليفة مش سهلة برضو كابتن سامح. يعني ما هي دي اللي أنا قلت أنا وند، هو بيحط نظام لعب أو طريقة لعب. ديفيز اتعرض عليه لعيبه تقال في الدوري المصري، دي حقيقه، قال لك دول مش هيخشوا معايا في النظام، مش هينفعوا معايا في السيستم بتاعي. اللعيبه كلها يعني ما تلاقيش لعيب مميز في النادي الاهلي، مش هقول لعيب ده ستار، مش احمد الاحمر مثلا، لكن كل اللعيبه داخله في السيستم، وكل اللعيبه مقديه، وكل اللعيبه بتادي اللي هو عايزه المدرب. هو ده اللي هو عايزه، هو مش عايز لعيب نجم اللي هو هيشتغل واحد على واحد لوحده، مش عايز لعيب ستار لوحده، لا انا عايز مجموعه تشتغل مع بعض، هي المجموعه تبقى اللي هي الستار. هو الجيل بتاع احمد الاحمر طبعا لاعب الزمالك طبعا الاكثر من رائع على كره اليد، كان وقتها الجيل بتاعه تحديدا فيه اكثر من لاعب كمان اقوياء، يعني هو فريق بس كان فيه كذا نجم فيه، منهم طبعا احمد الاحمر كان برضو جيل قوي جدا. طبعا معظمهم دلوقتي مش متواجدين مع المنتخب، لكن اكيد بنامل يكون في نماذج زي دي في المستقبل، ده مهم جدا، وتحديدا لو هنتكلم عندنا من النادي الاهلي. هو ان شاء الله عندنا جيل طالع هيبقى مستقبل باذن الله، عندنا 5-6 لعيبه في العناصر الاساسيه في منتخب مصر. وبرضه عشان ما نبخس حق قصه، انا مش قصدي على احمد الاحمر، لا 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 على فكره، ده على فكره هو الحق يقال احمد الاحمر من اللعيبه التقال جدا في كره اليد طبعا. طبعا يعني من الاساطير. لا من الاساطير، وكان معاه بقى الدرع، وكان معاه قداح، وكانت هي الفرقه بتاعت الزمالك، كانت فرقه بصراحه طبعاً. كان الايام اللي فاتت كانت ايامها يعني. لكن الايام اللي جايه ان شاء الله هتبقى اجيال النادي الاهلي، والميزه ان الاعمار كلها صغيره، اعمار السن الصغير بتاع النادي الاهلي كله، فهيدي المستقبل قدام باذن الله. عايز اروح للكابتن محمد عادل مدير الفني لفريق السيدات، شايف مشواره مع الفريق ازاي، وتقييمك للفريق السنه دي ازاي يا كابتن سامح؟ بص يا كابتن فاروق، هو محمد عادل هو انا عارف ان هو حبيبك على المستوى الشخصي. كان في اخفاقات قبل كده كده مش هيبقى حبيبك بقى. لا قبل ما هو يمسك يعني انا كده حبيبك. اوكي رجعنا قبل ما يمسك. فهو محمد عادل طبعا ما مسكش بنات قبل كده، طول عمره كان ماسك فرق، تعامل مختلف طبعا. طبعا تعامل مختلف، كانت الاول الموسم اللي فات بالنسبه له، ابتدى يحط ايده بقى على نقط الضعف ونقط القوه في الفرقه، ابتدى يبقى في انسجام ما بين اللعيبه، الكيمياء ما بينه وبين الفرقه ابتدت تتظبط. السنه اللي فاتت خد الحمد لله كل البطولات، السنه دي ماشي بخطه كويسه، النادي الاهلي مش مأخر له حاجه، هو اللي بيطلبه محمد عادل، خالد العوضي والنادي الاهلي بينفذوا القصه. طبعا الناس كلها واقفه جنبه بحيث ان السنه يعمل نتيجه كويسه في بطوله افريقيا. فانا شايف السنه دي ان لا هتبقى في طفره كويسه في البنات باذن الله. هو ليه دايما فعلا بنسمع البنات لهم معامله مختلفه؟ يعني دي ايه سببها؟ لان انا بشوف ان في الاول وفي الاخر وده في الرياضات كمان الفردية على المستوى الفردي، البنات صحيح عاملين نجاح يمكن عدوا كمان فيه نتائج الرجال. فايه النقطة او ايه القصة يعني بتاعت ان البنات بيبقوا اصعب كمان؟ مش في الرياضة بس، ماشي يا فاروق. لا يعني ده هنتكلم فيه بعدين، بس هي مشكلة عندنا احنا هنا بره، البنات بيتعاملوا زي البنات الولاد في طرق تدريباتهم في كل، احنا هنا مشكلتنا بنتعامل في التدريب، لكن الناحية التعاملية لا، في سنه شويه البنات حساسه اكتر. أيوة يعني لازم ليها طريقه معينه، يعني اعرف اشد امتى، واعرف اطبطب امتى، واعرف دي بتبص، لا دي بالزعيق، ده بالشط. يعني كمان كل واحده على شخصيتها. طبعا كل واحده وليها تعامل مختلف. هي دي مشكله التعامل مع البنات، الولاد كلها سيستم واحد بتمشيه. اسهل. لكن البنات لا، كل واحده ليها شخصيه مختلفه. صح يتفق فيها. فرق اليد رجال وسيدات، ايه اللي شايفه اختلف السنه دي عن الموسم الماضي يا كابتن سامح؟ حضرتك في مكان بنقول بتشتغل على، انا عجبتني كلمه مهمه جدا، ان احنا بنبص للاعب اللي ينفع في الفريق الاول مش اللي ينفع في المرحله السنيه، فالنجاح بيبدا من القاعده. ايه اللي شايفه اختلف في الفرق الرجال والسيدات من السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ بص يا فاروق، السنه دي حاطين سيستم يعني مختلف شويه عن السنه اللي فاتت، ان اولا جايبين مدربين على اعلى مستوى، يعني الحمد لله النادي موفر لنا الحته دي، ان احنا السنه اللي فاتت كنا جايبين مدربين كانت البادجت بتاعتهم مختلفه شويه، السنه دي النادي علّى موضوع البادجت ده، فابتدينا نعرف نجيب مدربين كويسين للقطاع اللي تحت،
كان الاول القطاع اللي يجي على مدرب القطاع اللي تحت لا البادجت بتاعه قليل فما بيقدرش يجي. السنه دي جايبين مدربين كويسين مطورين جدا في الاداء اللي تحت، حاطين عينينا على لعيبه مميزه بنبتدي ناخدهم كمجموعه، هنبتدي نشتغل. احنا حاطين السنه دي تايتل مختلف شويه اللي هو تايتل اعداد الموهوبين، في اثنين مدربين جايبين واحد للولاد وواحد للبنات عشان ياخد الحاجات الخاصه بدل ما اللعيبه بتشتغل مع المجموعه. احنا شايفين ده ناقصه حاجه في التكنيك بتاعه في التكتيك في الحاجات دي كلها في المهاره، فبنجيب المدرب دوت بيشتغل معاه على الحتت الناقصه فيه عشان يطور منه، عشان احنا شايفين اللعيب ده هيفيدني في الدرجه الاولى، فاحنا بنفضل متابعينه ومركزين معاه وبنشتغل معاه عشان يفيدني في الدرجه الاولى قدام. نهاوند اعتقد السياسه مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي لما كنا بنتكلم على الفريق الاول لكره القدم وجود مطور للاداء طبعا بيشتغل على نواقص اللاعبين، يعني احنا كنا بنتكلم فيها كابتن سامح مع نهاوند من الفريق الاول لكره القدم مستر كارلوس الارجنتيني اللي انضم للجهاز بيشتغل على اللعيب اللي بيلعب بالقدم اليوم ده بيشتغل ما يلعب بالقدم اليسرى، اللعيب اللي عنده مهاره ضربات الراس بيشتغل معاه ان هو يجيد هذا الامر، فاعتقد هي السياسه متبعه داخل النادي الاهلي. ما هو ده اللي انا قلت عليه في الاول، ده ان السياسه السنه دي مختلفه ان احنا خلاص احنا في كل الالعاب في كل الالعاب عايزين نطور، وعايزين نطور عشان نوصل لمرحله ان اللعيب ما يوصل للدرجه الاولى لا يبقى اللعيب ده بتاعي متربي عندي وانا مطلعه بالسيستم اللي انا عايزه يخدمني في الدرجه الاولى فوق. فدي السنه دي السياسه دي متبعه في كل الالعاب الجماعيه. طب فكره هنا برضو النقطه اللي هي مش موجوده زمان بشكل كبير طبعا وهي الاحتراف، هتلاقي دايما لما كنت تسأل من كام سنه كده او من فتره قصيره اي لاعب في اي رياضه يقول لك انا اكيد نفسي احترف واخد خبرات بعد كده رجعت مره تانية، بيبقى حاجه كويسه للنادي في بعض الاحيان وبتبقى حاجه طبعا كويسه برضو للاعب لمستقبله. هل بتشوف احنا محتاجين نطلع لعيبه هنا بتكلم على مستوى المنتخب، محتاجه اطلع لعيبه تاخد الخبره برضو الاحترافيه في الخارج وبعد كده تيجي تفيدني في المنتخب، ولا الموضوع اصبح ممكن يحقق داخل النوادي المختلفه ومنها تحديدا النادي الاهلي انك تكتسب الخبره حتى لو انت سافرتش بس الفكر الاحترافي والستايل والتمرين وغيره من خلال استقطاب بعض الخبرات في الاداره الفنيه؟ هو النادي الاهلي بيحط اللعيب على الاول الطريق، لكن طبعا اللعيبه لما تطلع بره اوروبا نظام المعيشه ونظام اللعب ونظام التدريب مختلف. احنا هنبص مثلا لعلي زين، هنبص للدرع، هنبص للقداح، هنبص لممدوح هاشم سند، لا اللعيبه دي مختلفه عن الكواليتي المصري. فاهم ازاي؟ احنا كنادي اهلي لا انا بحط اللعيب على اول خط، لو جاله عقد نادي اهلي ما بيرفضش بيقف جنب اللعيب. والسياسه اللي احنا متابعينها برضو زي بقى نظام الكوره ان احنا اللعيب اللي شايفينه صغير وعنده موهبه بنطلعه اعاره للعب، يعني مثلا لعيب مثلا 2006 2004 بنطلعه اعاره يلعب درجه اولى في النوادي ويرجع لنا مره ثانيه ويرجع لنا بعد كده مره ثانيه. صحيح وده مهم اعتقد جدا. طبعا دي طبعا من اللحظات الحلوه كانت التكريم. اللحظات الحلوه كانت كتير مع السنه اللي فاتت دي حقيقه دي والله الواحد عارف تعب من عد حقيقي كان موسم اكثر من رائع، وده يرجع برده ان انت عندك يعني منظومه اداريه رائعه. الواحد لما بيطلع يقول حاجه يا جماعه لازم تكون بيزد على واقع، الا هنضحك علينا الناس يعني انا ممكن اقول انا احسن حاجه في الدنيا بس لو ما عنديش واقع ملموس يبقى انا بهزر. النادي الاهلي بجد الموسم اللي فات تحديدا واللي قبله بالمناسبه بس اللي فات تحديدا انت شايف تالق رائع جدا في العاب الصالات وفي مستوى اللاعبين وفي الخبرات الموجوده وفي الانتقاء للصفقات حتى المديرين الفنيين وفي النتائج، ده طبعا انعكس الاستقرار الاداري اللي موجود سواء على مستوى مجلس الاداره او حتى الادارات الفنيه المختلفه للفرق المختلفه رجال وسيدات والرياضات المختلفه ملحوظ وبالتالي اتى برضو ثماره. كابتن خالد العوضي احنا بنتكلم عن هذا الرجل يعني بشكل مستمر لكن الحق يقال لازم ياخد الكريدت بتاعه، ما انا لو ما عنديش برضو حد في هذا المنصب بيحقق لي الاستقرار وبيحقق لي الدعم اللي انا بحتاجه وبيسد لي النواقص انا مش هحقق حاجه على الارض، يعني هي كلها حاجات كلها منظومه مرتبطه ببعض بالظبط مرتبطه ببعض. طبعا خالد العوضي انا مش يعني مش شهادتي فيه مجروحه طبعا، لكن خالد العوضي بصراحه يعني راجل بيقعد في النادي لغايه الساعه 3 والساعه 4 الصبح، هو يعني دؤوب ودايما يعني خالد العوضي مع ياسر مثلا بتكلم على الهاندبول اللي انت اللعيب مثلا في 2010 2011 شايفين لعيب مميز انت قول لي اللعيب مميز ايه من بدايه قبل ما نبتدي الموسم، يبتدي خالد بيشتغل عليه وياسر بيشتغلوا عليه ان هو يجيب لك اللعيب المميز اللي انت بتطلبه، يعني اي حاجه بيطلبوها المدربين او احنا كمديرين قطاعات شايفين لعيبه مميزه في حتت معينه وعايزينها، اي ادوات عايزينها كل حاجه مسهلها بصراحه عشان تدي نتائج بعد كده قدام.
وده مهم جدا. انا بصراحه ما سمعتش حد من اللعيبه عندنا استضفناهم طبعا او حتى في النادي لما بنتكلم قال لك في مشكله او في حاجه كانت صحيح. محتاجينها وكابتن خالد مثلا قصر او يعني ما سمعتش اي حاجه سلبيه بصراحه عن كابتن خالد. ففعلا بيبص يعني للمشكله قبل ما تحصل صحيح ده نموذج رائع لحدوث المشكله. لا هو بصراحه يعني ربنا يكرمه يعني ان شاء الله وعامل نتائج كويسه ويكمل على كده باذن الله باذن الله ان شاء الله. النهاوند يعني اضافه لكلامك اللي انت تطرقت نقطه مهمه جدا الاستقرار الاداري. اتكلم نقطه مهمه جدا لما كنا بنتكلم في بدايه الموسم على الرعاه بتاعه النادي الاهلي والرعايه تيشيرت النادي الاهلي وقميص النادي الاهلي. الامر ده ما بيجيش من فراغ يعني ان صح. انا اجي اكون احد رعاه النادي الاهلي. انت براند الجميع بيستهدف النادي الاهلي. الرعاه او البراند ده لحظه زي دي او لقطه زي دي بيبقى ليها ثمن. هو معلش انا برضه مش عايز حد يبقى يزعل مني. انا النادي الاهلي يعني انا طب ما يزعلوا بقى 30 سنه في النادي الاهلي. لا انت اي حته بتروحها النادي الاهلي وضع مختلف في اي حته يعني في 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 اي فنادق انت بتروح الاستقبال بتاعك اي فرقه بتروح لها الاستقبال بتاعك لا القصه بتبقى مختلفه. يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي كتير واشتغلت بره كتير. لا القصه في النادي الاهلي يعني وضع تاني صحيح. حتى الناس اللي لما تيجي بره تشتغل في النادي الاهلي بتحس تخش جوه السيستم لا السيستم مختلف عن اي حته تانية. كبرى الشركات الحمد لله كمان العالميه بتسعى ان هي يكون اللوجو بتاعها على تيشرت النادي الاهلي وندل على شيء ده يدل على نجاح المنظومه مش بس حاليا لا طبعا على مدار السنوات السابقه. ولكن حضراتكم برضو لو شايفين احنا عايزين مكان نلاقي لوجو جديد بصراحه يعني ما شاء الله ولسه على فكره بالظبط ولسه مش يمكن نسمع كمان عن شركات تانية في الفترات اللي جايه. نأمل كل الخير طبعا ليه النادي بتاعنا. مشكورك جدا كابتن سامح ومزيد اكيد من التألق باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا ليك وشكرا ليك يا فاروق نورتنا. انا كنت مبسوط ان والله يعني حلقه رائعه حلقة. فعلا بشكر حضراتكم على متابعتنا ونشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.